مساء الخير، مساء الورد، مساء النور، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. وبرنامج ببيروت، نرحب بجمهور روتانا خليجيه اللي بيصيروا بينضموا لنا يوميا لمتابعه بعض الفقرات، وهيك بنشوقهم ليقعدوا معنا باقي ما تبقى من ببيروت. بس they have to tune على ال بي سي بعد ما يخلص الدقائق المعدوده اللي بتكون على روتانا خليجيه. واليوم راح ينضم لي صبايا ساشا ونانسي. اهلا وسهلا. هاي بلال، هاي نانسي. اليوم من مواضيعنا شائعه عن قرار سعودي يسمح للعروس الاطلاع على ماضي العريس، يثير الجدل داخل المملكة. موضوع رح نطرحه مع الأخصائية الاجتماعية مها القطان. نرجع بنقول بس أنه شائعة. أي موكد. كمان شفت الدهون من خلال تقنية فيبروليبو مع الأخصائي بالجراحة التجميلية دكتور رولان طعمي، وكمان رح يكون في عنا مكياج خاص بالمرأة الخليجية مباشرة على الهواء. يلا خلونا نشوف مع بعض شو في عنا في بيروت اليوم. تفضلوا. اليوم في ببيروت نذهب مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للحديث عن شائعة قرار يسمح للمرأة بالاطلاع على السجل الأمني للزوج قبل عقد القران. خبيرة الموضة مايا تال تجيبنا، أي أزياء تليق بالمرأة القصيرة القامة؟ تينا شيخاني تطلعنا على مبادرة تجول العالم بهدف دخول كتاب جينيس وتحط رحالها في بيروت. أجمل المجوهرات من توقيع وفاء الزعيم. مكياج السيدة الخليجية بريشة مريم كارزيل. لانا سيد عريسي تقدم نصائحها حول كيفية تناول السوشي والمحافظة على الرشاقة، وغيرها من الفقرات والتقارير والضيوف في حلقة غنية كما عودناكم، فابقوا معنا. من بين مواضيعنا الرئيسية لليوم شفط الدهون مع الدكتور رولان طعمي. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم رح ندخل قسم العمليات وبنشوف شي لايف، صح؟ صح. خبرنا شو رح نتعرفنا اليوم؟ رح تكون شفط دهون مع تقنية تقريبا جديدة، منا كتير جديدة، اللي هي فيها الفايبريشن، اللي هي بتعطي نتائج أحسن وفترة شفاء أسرع. اوكي. طعم لها منافع غير التجميل، يعني بعيده عن التجميل. الشحم له منافع كثير وببقى بنحكي عنها هلا من لكم بسياق الحلقه. اكيد حنشوفك بعد قليل دكتور. ارقام قياسيه عم تحققها فيديوز عم تنشر وناس عم يركضوا ليفوتوا الى موسوعه جينيس. هيدا الشخص ما شاء الله عليه عم بيحطم افكاره، سوري، عم بيحطم جوز. وكسر رقم قياسيه حيث كسر براسه 155 حبه جوز، وهو بهذا كسر بأشواط الرقم اللي كان من قبل واللي كان فقط في دقيقة 44 جوزة. أكيد ما بنشجعكم، أهم شيء يجير العقل، ما بنشجعكم تعملوا هيدا الشيء، حتى لو حبيتوا تدخلوا أي سجل، لكن حتصيروا بسجل الوفيات بعيد عنكم، فخليكم سين وابتعدوا عن هذه الأشياء المجنونة. غريب. ماضي قرار يسمح للفتاة بأنها تعرف كل شيء عن الفيوتشر هازبند أو زوج المستقبل. هيدي كانت فقط إشاعة، لكن هذه الإشاعة جعلت الجماهير تهول بشبكات التواصل خصوصا على التويتر. هذه الإشاعة طبعا كذبتها وفندتها وزارة العدل السعودية، وهيدا الموضوع احنا حنطرحه بموضوعنا بين السعودية ولبنان. وات اف، ماذا اذا فعلا لو كان هيدا القرار موجود انه يتقدم السجل الامني والصحي والقضائي للسيدة للزوج اللي راح يتقدم لها. فهيدا هو كان شائعة واحنا حبينا انه نطرحه في موضوعنا لليوم الرئيس، فخليكم معنا. خلونا نروح عند نانسي ونشوف ايش في عندها اليوم. مكياج المرأة الخليجية رح نشوفه مباشرة على الهواء مع الميك اب ارتست مريم كارزيل. ماري، كيف تشوفيها للمرأة الخليجية بالميك اب؟ اكيد حسب هي المرأة شو عندها طلب وشو عندها مناسبة، هيك بعملها الميك اب. اكيد بركز لها على العيون وببرز لها وجهها وبعلمها ملامع وجهها، يعني كلهم سوا. اكيد كل هالميك اب كل هالشيء او هالتفاصيل رح نشوفها مباشرة على الهواء، ولكن هلا رح نتوقف للحظات قليلة مع الاعلان وبنرجع بنبدا حلقتنا مباشرة. في اخر مرة كانت زيارتي لباريس مرفهة، فحبيت هذه المرة اغير الستيل. My team is my muse.
Hi LBC, I'm Tex. Who is he? ولا حدا بس صمم فستان جينيفر لورنس في فيلم هانجر جيمز الأخير. Hello, bonjour à Beyrouth. حب كتير إنه أجي. في ناس خليناها تفضح أسرار. وفي ناس خليناها تهرب من مكانها. هيدا الفستان شفناه بعرض إليسا. نحن أكتر شي منتقلد. تحب تعرف أنا مين ما حبيت؟ باريس فاشن ويك فول وينتر 2014-2015. حلقة خاصة ومميزة مثل العادة مع كل شي حلو بتحبوه في هذه العاصمة الساحرة. مرحبا وسهلا بالجميع. أقمشة فوجيكاوا الأصلية من سيدار. ستائر فوجيكاوا من سيدار. أقمشة فوجيكاوا من سيدار. أقمشة فوجيكاوا الأصلية موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. سئمتم من ألم الظهر في سحب وجر خرطوم المياه؟ تعبتم من الانحناء لتقويمه حين يتشابك؟ أنتم بحاجة إلى إكس هوز، الخرطوم العجيب المتمدد. أدير المياه ويتمدد خرطوم إكس هوز تلقائياً حتى 3 أضعاف طوله الأساسي. اقطعوا عنه الماء وسيعود إكس هوز ليتقلص تلقائياً إلى أن يعود إلى حجمه الأول الصغير جداً. عادة يكون خرطوم المياه ثقيلاً جداً. إكس هوز خفيف للغاية، خرطوم 15 متراً يزن فقط 460 جراماً. استعماله كالحلم. أدير الماء ويتمدد الخرطوم بسرعة ليتضاعف 3 مرات فيما تقودونه بدون جهد إلى حيث تحتاجون. إنه خفيف الوزن وسهل الاستعمال. حين تنتهون من استعماله فقط أفرغه من الماء ويتقلص تلقائياً. إنه مصنوع فعلياً من خرطومين منفصلين، خرطوم ضيق داخلي قابل للتمدد، وخرطوم خارجي مطوي مؤلف من شبكة متينة وقوية تدوم طويلاً. تصميمه المبتكر يجعل التشابك مستحيلاً. إكس هوز يتمدد قطره، وهذا يعطي ضغط ماء شديداً للمهمات الصعبة مثل تنظيف نوافذ الطبقة الثانية من البناء. كنتم تعانون لتعيد خرطوم المياه المتشابك إلى مكانه؟ إكس هوز يتقلص إلى حجم صغير يسهل تخزينه، ولأنه خفيف للغاية ري الحديقة أو غسل السيارة لم يكن يوماً بهذه السهولة. يتسع في الشاحنة أو الزورق، وهو خفيف للغاية. وبخلاف كل خراطيم المياه في العالم، إكس هوز يتمدد تلقائياً حتى 3 أضعاف طوله في ثوان قليلة، وبالسرعة نفسها يعود ليتقلص ويصبح أصغر وأخف. إنه خرطوم المستقبل، ويجعل كل خرطوم آخر من الماضي. إكس هوز صمم من أجلكم. اتصلوا واطلبوا إكس هوز الآن. أقمشة فوجيكاوا الأصلية من سيدار. مكملين معكم مشاهدينا، وأكيد مكملين مع جمهورنا عبر الروتانا الخليجية والال بي سي. موضوعنا الرئيسي اليوم هو شفط الدهون، وينضم لنا الدكتور رولان طعمي. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. إيش راح نشوف اليوم؟ راح نشوف اليوم ريبورتاج صغير عن شفط الدهون،
اوكي، ورح نحكي عن شوية تفاصيل عنهم، عن تكنيكات المستعملة بشفط الدهون وشو في شيء جديد، شو أهمية الشحم، شو رح نقدر نستفيد من الشحم بجراحة التجميل. ليبرو ليبو هي يمكن التقنية الجديدة يلي اليوم رح نحكي عنها. ليبرو فيبو، الفيبرا ليبو اللي هي الباور اسيستد، باور اسيستد لايبوساكشن. فيبرا ولا فيبرو؟ فيبرا ليبو، فيبرو اللي ما بيأثر. هي باور اسيستد لايبوساكشن اللي هي بتعتمد على الفيبراسيون لا يقدر الواحد يشفط الشحم. هي مانا تقنية جديدة، تقنية لها فترة عم تستعمل، بس كل ما عم نستعملها أكثر وأكثر لأن فيها تسهل كثير أمور بالعملية وبعد العملية وبالنتيجة. وهيدا اللي رافقناك فيه لما كنت عم تعملها لايف، صح؟ صح. نشوف التقرير مع بعض. كاميرا البرنامج فاتت لغرفة العمليات مع الدكتور وهو بيعمل عملية، نشوف مع بعض. رح نبلش بأول مرحلة اللي هي الرسم، اللي هي أهم مرحلة للتخطيط لشو بدنا نعمل. ورح نشوف المناطق اللي زايدة اللي هي بدنا نشيلها كرمال نعطيها الفورم الحلوة لهالجسم. رح نبلش أول شيء هلأ بسموها مرحلة الانفلتراسيون، اللي هي نحط سائل فيه البنج موضعي لبعدين، لبعد ما يفك البنج تما تحس بالوجع، وفيه الأدرينالين اللي هي بتساعد لما يكون في دم بتخفف الإزرقاء لبعد العملية. فمثل ما قلنا هالمرحلة مرحلة الانفلتريشن اللي هي منعبي من وراها الماي، وعادة تقريباً منعبي قد ما متوقعين نشفط، يعني إذا منشفط لتر منعبي تقريباً لتر، لتر وشوي. فنطرنا هلأ 12 دقيقة لكن اشتغلت الأدرينالين، لكن ساعتها منلاحظ أنه الجلد كيف تبيض. هلأ من مطرح ما رح نعمل الشفط هن جراحات كتير صغيرة، منحط بروتكسيون على الجلد لما أوقات اللي بيصير أنه من وراء الشفط تنحرق الجلدة، فلهيك بيطلعوا السيكاتريسات كتير حلوين وما بيبينوا. اليوم رح نستعمل التكنولوجيا اللي هي الفيبراسيون بالشفط، اللي هي الرج، اللي هي الباور أسيستد لايبوساكشن، اللي هي الهندل بتصير تهز بطريقة أنه بتفرفت الشحم، بتخفف الدمج على التيشو، بتخفف الأذى على التيشو، بتخفف الدم وبتسرع النتيجة، وفيها تساعدنا تنعطي تفاصيل أكثر بالنتيجة. ملاحظ كيف الموفمان خفيف مثل واحد عم بدق فيولون، ساعتها ما في لزوم لا الحكيم يعمل افور ويتعب ولا بكون في شد على التيشو تنقدر نفوت صوبهم. بشدد انه هالعملية صحيح الجاست منه كتير صعب، بس كتير فيها العلاقة بالحكيم، بالتاتش اللي عم بيعمل الحكيم، بشو عم بدس من التيشو، شو عم بخلي منهم، وين عم بيشيل، قديه لازم عم بيشيل. لهيك مش مين ما كان لازم يعملها، لازم يكون حكيم تجميل، لازم يكون متمرن على هالشي وعنده الخبرة الكافية لهالشي. اوكي، طيب هيدي التقنية شو بتختلف عن التقنية الليبو العادية؟ هالتقنية اللي بتضيف بس على التقنية العادية هالوجود الفيبراسيون بالهندل اللي من القطع اللي نقدر نشفط. هالفيبراسيون بتساعد لا تخلي هالفات يفرفت من محله، بتخفف المجهود على الجراح كتير. يعني اذا انتبهت بالروبورتاج كنت عم بعمل جاست خفيف، واحد ما بيتعب ما بيعرق، وفرد وقت هل خفت الاجريسيفيتي بالعمليه، بتخفف الازرقاء، بتخفف الفتره اللي بيختم فيها المريض، اللي الفتره بالاخص اللي بتعطي النتيجه من بعدها. اوكي، طيب دكتور على اي اساس بتقرر اذا هالسيده ممكن انه تعمل لها هالتقنيه ولا لا؟ هلا انا عم بستعمل دائما الفيبراسيون لانه تعودت عليها وبتريحني، بس لكل الاشخاص، حتى للاشخاص لحتى للمناطق الصغيره. هلا بالعكس بتساعدك اذا في مناطق كبيره فيها كميه كبيره، بتعجل كثير الوقت، بتربح وقت كثير لانه بتساعد فتره الشفط اللي فيها. اوكي، هلا في تقنيات زياده بعدين فيها تستعمل هنيك بكايات معينه، يعني اذا بنزيد ساعتها الليزر
بالاخير تنحمي الجلد لنخليها تضب اكثر، او فينا نستعمل الفيزر هنيك كمان بكمان حالات معينه نقدر نستفيد اكثر من كل تقنيه. بس هذا ما بيعني انه في التقنيه الايديال، هون فيها تجي محل الشفط العادي، يعني بتساعده للحكيم، بتساعد المريض، وبعدين فينا نستعمل القصص اللي فيها الليزر او الفيزر. أوكي. طيب في ناس لما بنشوفهم هيك عندهم بيقول لك انا هون وانا هون، وانت بتشوف فعلا ما في شيء كثير، يعني يمكن اشياء ممكن تختفي اذا الواحد عمل حميه او رياضه، بس يمكن الدكاتره احيانا بيقولوا في اماكن حتى لو عملت رياضه بتضل 100%. في اماكن بتكون بتكوينه لهالشخص اللي هي البضال، بقول لك عم بعمل رجيم عم بتعب وما عم بيروحوا لو شو ما كان، هول احسن طريقه لهم هي شفط الدهون. يعني البيشنت اللي كانت عندك يمكن ما عندها كثير، لا تعتبر سمينه. ايه منا سمينه، الهدف هو عند الخواصر والبطن منه متناسقين مع بقيه جسمه. أوكي. والوراك بمطرح بتلاقي كتافها صغار، بس بتلاقي هالمناطق التحت شوي متكاتره بالنسبه لبقيه الجسم، سو فيها تتعذب لتوصل للجسم وما رح توصل للبدية الا ما توصل عن طريق الشفط بالاخر. اوكي. حتى بيمشي على شفط للايدين كمان؟ بيمشي على شفط للايدين اكيد. اوكي، الخواصر البطن والاجرين كمان. 100%، اهم شيء نشوف نوعيه الجلد، اذا نوعيه الجلد ما منيحه ما فينا نشفط، لانه الجلد ما رح تضب بطريقه منيحه، رح يطلع رجلتها ما حلو. يعني ما بتشد قصدك؟ في عندك دائما بس تشفطي عندك في برسنتج خفيف لهالجلد تضب، 20 تقريبا 20%. ارتخاء كأن. هلا لا ترجع تضب لمحلها اذا كانت نوعيتها كثير منيحه. نعم. وبالاخص وقت عم نستعمل الفيبراسيون عم نقدر نعمل فيري سوبرفيشال، يعني كثير سطحي، وقت اللي بنعمل سطحي والجلد بتفلت من كل شيء لقطه بتضب اكثر. اوكي، هلا اذا بدنا فينا نستعين ساعتها بالليزر تنقدر نخلي هالجلد تضب اكثر بالحراره اللي بتعطيها لهالجلد من جوا، بس كله كمان في وقت اذا الجلد كثير مترهله ما في غير بالاخير قص وشد، يعني ما فينا بس بالشفط نقدر نوصل اللي بدنا اياه. والنساء والرجال بينعمل لهم النساء والرجال بينعمل لهم هالتقنيه اكيد، وبالعكس بتهين كثير، وخاص بالاخص للرجال وقت الواحد عم بيشفط مناطق قاسيه مثل البطن مثل الخواصر اللي بتعذب بالشفط العادي. طيب دكتور بكل امانه طبعا الدكاتره كلهم بيقول لك بتعمل العمليه بتطلع من هون بتروح على المكتب، بس لا في فتره يمكن تقعد قد ايه، يومين ثلاثه؟ كل باللايبوسكشن كثير لها علاقه بالكميه اللي عم تنشال. هلا اللي صار اكيد انه فيك تشفط من ثلاثه لاربعه، يعني 5-7% من وزن الشخص، والشخص ما يحتاج ياخذ مصل مقابل في يروح نفس النهار على البيت. هلا تيرجع حياته اليوميه اكيد لا اذا كميه كبيره، بس كلهم اذا منطقه صغيره مثلا ايدين او راك ايه فيهم، لحتى في منهم صار بيسموه لانش تايم لايبوسكشن، بيجي بيعمل عمليه بكفي نهاره، الوجع كثير مقبول. يعني مثل مثل نفس الشيء اذا كانت الكميه اكبر لا بده الفتره بده يرتاح فيها يومين ثلاثه اللي هن تيرجع، اذا منطلقين من شخص عنده فقر دم لا بده يتعب اول كم يوم تيقدر يرجليش. بس بالاكثريه اذا منطقتين الواحد فيه عاود حياته اليوميه ثاني يوم بس مع شويه ادويه وجع. طب شو الفحوصات اللي لازم الواحد يقوم فيها قبل ما يعمل هيدي العمليه؟ مثل كل شيء بيتطلب العمليه اللي هو اذا في مشكله سيلان دم، هذا هو. أوكي. اهم شيء. هلا اكيد الواحد دائما بس يشوف مريض بيتاكد من صحته، بيتاكد من كل شيء، اذا عنده مشاكل صحيه مشاكل غدد كل هول اذا معالجه ساعتها بيقدر الواحد يفوت على العمليات ولا اي مشكله. طيب وفي مشاد لازم يلبس؟ في مشاد دائما لازم يلبس لفتره شهر، هلا في كثير بيختلفوا عليها بين جمعتين لست اسابيع، بس انه مبدئيا شهر. النتيجة ما بتبين قبل شهرين، بتبين كتير منيح، دايما بقول لهم بعد أسبوع أسبوعين فيكم تجوا تنقوا النتيجة منا بعد ما وصلنا، هالفترة اللي هي بيبقى شوي معبى واحد فيها مي، تدريجيا بتخف لنوصل للشهر شهر ونص شهرين تلاقي النتيجة كتير منيح. أسرع من ليبو هون، عادة ليبو بده 6 أشهر بيقولوا لحد كلهم بدهم تقريبا شهرين، الفيبراسيون بتسرعها أكثر هالفترة هيدا، بس بالأخير تنوصل على نتيجة بدنا شهرين لثلاثة، هول هن تتوصل 80-90% من النتيجة. ولازم بنج كامل ما ضروري، هذا هو الافانتاج بالهالمي اللي عم نفس اول شيء. أيه. فينا بدنا نعمل لمنطقه صغيره او لحتى اوقات لبطن كامل بنج موضعي، بس بتكون تعطيه قصص بتخفي السايت تبع الوجع، وهو عم بينعمل هالانفلتراسيون مقبوله بتكون، وبنرجع بعدين بنشفط ما بحس شيء. من بعد طبعا هالعمليه لازم الواحد يمكن يكون يعمل رياضه وينتبه على نوعيه اكله. كثير بشجع بعد هالعمليه بعد هلا كثير مهم اذا فينا بعد كم يوم نبلش الدريناج، واهم شيء الدريناج مانيوال، يعني مساجات بتساعد للواحد يصرف الورم بيلاقي النتيجه اسرع. أوكي. وفي شيء ثاني كمان هن الماشينات اللي بعد 3 أسابيع او شهر كل شيء في ماشينات بتساعد لجلد الدب لتخفف هالتضاريس الصغيره لنعطي نتيجه احلى. رياضه لا بعد 3-4 أسابيع بيقدر الواحد يبلش.
اوكي. كان في من الزمانات يستخدموا يشيلوا هالدهن ويحقنوه بالوجه ولا باماكن ثانيه، بعدهم هلا مع وجود الفيلرز بيعملوا هالشيء ولا ما كثير؟ اكيد هلا بلا اكثر شيء هلا بكل المؤتمرات ما بتسمع عم نحكي غير عن الشحم، الشحم صار مستعمل مطرح ما كان، هيدي هي الافاده منه. وهلا يلي بتشوفيه البرازيليان بات ليفت او كل عم بيحكوا عن الدارير هو كنايه عن شيل الشحم من المناطق من الظهر من الوراك تيتعبوا بالدارير بالمؤخره لتكبر، وهيدا هو اهم فيلر موجود. يعني بحب نبه ما في ابر امنين للمؤخره، كلهم خطوره فيهم ما عدا في دواء واحد بس بضاين سنه سوم قبيله بس في الشحم اللي هو اكثر شيء امين اللي هو بيعطي هالنتيجه. واذا حقنوا بالوجه الشحم كمان قد ايه بضاين؟ كمان بالوجه الشحم اذا الشخص ما بيدخن الشحم هولي امور نسائيه مش هيك عم بسال عم شوف شو القصه بلكت في عندي عض ما بدي شيلها بدي اسال انه ايه طيب انه بس تفضلي في مجال لا حبيت بالعكس انا مستمتع بالوجه في بارتي منهم 60 70% فيها الداين مدى العمر، لهيك احسن فيلر للوجه اذا بدنا فوليوم اذا بدنا أيه؟ كميه هو الشحم. لا اذا واحد عنده خط صغير اذا عنده شيء قليل بده يعبيه لا مش شحم. هلا افونتاج الشحم الثاني هي الخلايا الجذعيه اللي فيهم يلي بنستفيد من وجودها تعطي نضاره للجلد. اوكي. وكمان مثلا هلا بالصدر يلي عم بيصير دائما وقت عم بنحط بروتيز في عالم صار تلقائيا عم بتحط شحم بالديكولتيه كرمال ما يبين طرف البروتيز كرمال ال يبين اكثر سموث اكثر ناتورال وقت يتعبى. طيب دغري من اول عمليه عم بنحط الماركس او الاثار قديش بتقعد وقديش بتختفي الاثار اغلبيه الوقت بنحتاج لجرح صغير 4 ل 5 ملم. اهم شغله مثل ما قلت بالريبورتاج هو نحمي هالجلده لانه كنا قبل نستعمل هالشفط وبالاخير الكانيول على الفروتما على تحمى الجلده ويترك اوقات بقها. هلا اذا بيحط الواحد حمايه لهالجلده مثل شيء بلاستيك ما بخلي يصير هالفروتما جرح بيطلع كثير شبه مش موجود كثير قليل اغلبيه الوقت بمناطق الخبايه تقريبا عاده حسب المناطق اللي بدك اكسي عليها يعني أوكي. اذا بدك خصر من كل ميله بدك منطقه هلا افضل اوقات لفرد منطقه يكون في اثنين ديركسيون للشفط ليعطي نتيجه اكثر متناسقه. طيب دكتور شو اللي بيخلي احيانا بيكون في مضاعفات جانبيه؟ يعني انا بعرف كانت في سيده بالامارات واحدة صديقة عملت شفط وبعيد عن السامعين صار عندها تورم بالمكان اللي صار منه الشفط. هلا نزيف شبه صار عندها انفكسيون بلوتو يعني بعد وقت انفكسيون بعد وقت بيكون مطرح الجرح والارجح بيكون محرق من وراء الكانيول فبتعمل هالجرح المفتوح اللي بياخذ فترة تا يختم. بس غير هيك الشفط ما فيها كومبليكاسيون يعني الانفكسيون بحد ذاتها للمنطقة الالتهاب شبه مش موجود يعني كثير قليل بغير عمليات موجود ب 1% هون 1 بال10000. اكثر شيء معقول اذا ما انعملت الليبوسيسيون منيح يعني بايدي من متمرنه في الواحد يعمل جور صعبه ساعتها الواحد يرجع يرممها او الواحد يترك تعرجات يضطر يعملها او اذا الليبوسيسيون منا بمطرح يعني جلده منا منيحه ونعمل شفط بالعكس رح يطلع ريزلتا ابشع رح تصير الجلده مرهله ومنا حلوه ونتيجه منا حلوه. طيب دكتور كانوا بالزمانات يقولوا انه مثلا بس تعمل ليبو بتشيل الدهون من ميل بيطلع بمطرح ثاني بفيبرا ليبو هالشي ممكن يصير ولا لا؟ هالشي كله بتكوين الانسان يعني المناطق فيها شحم ما بتتكاتر بتكبر أوكي. لهيك بس ينشفط هالمنطقة بضل فيها شحم بس ما بيتكاتروا لهيك في مجال منطقة تانية تلقط إذا هالمنطقة تفضت كتير بالأخص بتصير عند النسوان اللي بيشفتوا بطنهم والخواصر على الآخر بدها تنصح بدها تعبي بكتافها بإيديها وكل ما المرة كبرت بالعمر كان ما تعبي أكتر بالزنود لهيك الزنود الست معروفين وأي حلوين. طيب شو كان بدنا نقول نصيحة أخيرة للسيدات أو السيدة اللي حابين ومقبلين بس بعضهم خايفين؟ نصيحة أخيرة أنه كل التطور اللي عم بيصير عم بتصير أول عملية عم تنعمل هي شفط الدهون صارت هينة مثل ما قلنا عن المناطق الصغيرة فيها تكون بنهار واحد بساعة ساعتين واحد كف نهاره كل ما كبرت كل ما صارت تشبه أكثر عملية أهم شيء تنعمل بأيدي منيحة أيدي متمرسة مع حكيم تجميل. حلو أوكي. طيب لو شيء عريس إجا طلب منك بيسأل إذا عروس وعملت عمليات بتفضحها ولا بتسترها؟ نعم نفضح منسترة قال بنفضحها لا الكلمة كلمة السيد أصبق قال على مهم هيدا موضوعنا لليوم دكتور هي إشاعة فقط وهاشتاغ كان موجود على كل شبكات التواصل الاجتماعي إذا سمح للفتاة الاطلاع على السيرة الذاتية لعريسها قبل الزواج إيش يكون؟ خلونا نشوف رأي بعض مشاهدينا في المملكة العربية السعودية ونرجع تفضلوا.
بعدما انتشر مؤخرا خبر مشروع قرار يسمح للعروس السعودية الاطلاع على سيرة ذاتية تحوي السجل الأمني والصحي والقضائي لمن يرغب في الزواج منها قبل عقد القران، تم نفي هذا المشروع من جانب الجهات الأمنية التي أكدت عدم صحة ذلك، موضحة أن المعلومات الشخصية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية. ولكن هذا الموضوع أثار جدلاً كبيراً، وخصص هاشتاج خاص على تويتر للتعليق على الفكرة، كما كان لبعض النساء السعوديات أيضاً رأيهم الخاص في هذا الموضوع. هو قرار حلو ويساعد المرأة أنه هي بدل ما يروح يسألوا، أول زمان كانوا يسألوا ممكن أسألك ممكن تخبي علي، لا لكن في من عن طريق الدولة أكيد كل شيء بيجينا كويس، بيجينا بيانات صحيحة، بيانات ممكن ما حد يكذب فيها. ليش الرجل نفسه كمان ما يسأل شيء عن المرأة؟ أنا يعني أي لازم سجلها الأمني، يعني مو الرجل بس الوحيد اللي هو ممكن نسأل عنه، ممكن هو الرجل يسأل عن المرأة كمان. والله أنا أيد من جوانب إيجابية وجوانب سلبية. يعني من الجانب الإيجابي أنها تكون عارفة يعني الشخص اللي راح تعيش مع حياتها إيش، يعني إيش راح يكون شخصيته، له يعني سوابق، يعني هو كويس من هذه الناحية. بس من ناحية أنه يطلع له تقرير وسجل، هي لازم تعرف التفاصيل. بس إن شاء الله يعني هذا شيء تقدم كويس أنه يكون في تفصيل، أهم شيء يكون في تفصيل لأن الإنسان يحتاج أنه يعرف الحقيقة. والله أيدة أحسن، يعني على أساس أنه كل واحدة يعني تعرف قبل لا تبدأ حياة زوجية يعني، وبعدين تنتهي بتعاسة. يكون عندها حق أنه هي تقول إيوة، حق تقول لا، حق إذا أهلها فرضنا غصبينها عليه تقول لهم لا، في ورقة تثبت أنه هو مو كويس أو. إذن هل يسمح للفتاة الاطلاع على السجل الأمني والسيرة الذاتية للعريس، مش السيفي الشغل يعني، بس أنه تاريخه بأشياء حلوة عملها وأشياء يمكن لس حلوة عملها؟ هيدا هو الموضوع اللي راح نطرحه خلال هذه الحلقة من ببيروت. انضموا لنا جمهور الرسالة الخليجية إذا حبيتوا فقط هيك فقراتنا لليوم، وأكيد تشون على الـ LBC. راح نودع جمهور خليجية ونرجع من بعده، في عنا كثير مواضيع مهمة من بعدها، من بينها الحمية على السوشي. إذا كان السوشي ضعف، في البعض يقول بأن السوشي أيضا ممكن يزيد لكم شوية كيلو، إذا التفاصيل راح تعرفوها معنا، ما تروحوش بعيد، راجعين تفضل. عودة لمتابعة ببيروت. مين منا بحب السوشي اللي هو طعام ياباني؟ يمكن كتار من الناس عندهم إقبال على هالنوع من المطابخ، المطبخ الياباني. واليوم بقى نحكي أنه بالفعل السوشي بيحتوي على سعرات حرارية عالية. مع ضيفتنا بها الفقرة رح تفيدنا أي أنواع من السوشي نتناولهم بدون ما نكسب وزن زايد، وبنكون كمان عم نتناول أقل وحدات حرارية. مع ضيفتنا اختصاصية التغذية لانا فايد عريسي. أهلا وسهلا فيك لانا. أهلا وسهلا لانا. بلشين دغري سوشي، يعني مش قادرين نهدي نهدي حالنا. لانا بالبداية، قديش بالفعل في إقبال على هيك نوع من المطابخ، المطبخ الياباني وتحديدا السوشي؟ مزبوط، بالفعل هو المطبخ الياباني مطبخ صحي جدا، بس لما انتقلت هالكوزين المطبخ لأمريكا دخلوا عليه انجريدينتس مثل الجبنة القابلة للدهن، مثل المايونيز، مثل الكريسبي، زاد شوي من الكالوريز، بس اكشلي هو كثير 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 صحي. يعني بالفعل احتوائه على كمية رز مسلوق بدون دهن، يعني هو لقمة باردة، مشان هيك بتحسي ما كثير عم تاخذي كالوريز. والتندنسيز العالم بيجوا لعندي مثلا كانوا بسوشي كونفير قد ايه اكلته، نحكي 30 40 بيس، هيدا العدد هائل حرام، بس لانه ما بتحسي عم تاكلي، عم تاكلي قطعه بارده قليل رز بتمرق بسرعه، بتستلزيها لانه عم بيصير عليها اضافات. صح. اوكي، اذا بدنا نحكي مثلا عن اقل قطعه فيها وحدات حراريه، اي قطعه؟ ليكي، اذا انا جايبه هون لنتفرج. اوكي،
إذا بدكم في إلكم لما تكون الوحدة مثلا جاست رايس أند ساشيمي اللي هي قطعة السالمون أو قطعة الشريمبس أو قطعة التونة، نحن عم نحكي هون هدول القطع بيكون ببلشوا من 20 لـ40 كالوري ماكسيموم بير بيس بالقطعة بالقطعة أوكي كتير منيح أوكي وعم نحكي عم بيحتوا على بروتين عم بيحتوا على أوميجا 3 نعم however نحن بمجرد ما فوتنا الكريسبي اللي هو هذا طحين مقلي أوكي فوتنا مايونيز أنا حطيت على جنب مع قطعة المايونيز فيها تقريبا 100 كالوري 100 لـ120 كالوري مع الأصغير الكريسبي بقلبها 50 كالوري بقى بتتصوروا اللي هي نحن عم نحكي على قطعة عادية كريسبي كاليفورنيا يمكن ولا أي وحدة exactly. يعني صارت كريسبي كاليفورنيا اللي هي هيدي أوكي أوكي يعني عادة هيدي لما تكون طبيعية بدون الكريسبي مفروض تكون 40 من 20 لـ40 كالوري أوكي. مجرد ما زدنا نحن عليها الكريسبي يعني فينا نقول نحن زدنا تقريبا 20 لـ50 كالوري per piece بعد بيس وحده يعني بقطع اكزاكتلي اكزاكتلي مشان هيك بيجوا لعندي بيقولوا لي انا احنا ظهرتنا هي سوشي اكشلي محلين بنحب كثير المطعم اللبناني والسوشي سو كيف فينا نعمل حتى لما نروح نتغدى اند سبيشلي اذا اوريدي يو ار اون ا دايت تاكلي تنبسطي وتخففي من الوحدات يعني ما نحرم حالنا من السوشي بس نعرف نختار الانواع المناسبه وبنعرف كمان لانه السوشي غني بالملح Exactly. فيه كتير ملح كمان هيدي مشكلة تانية أكيد نحن حنحكي هلأ بقصص الملح هلأ إذا تجاوبك دغري على سؤالي المصدر الملح هو actually جاي من الصويا صوص هلأ في alternative للصويا صوص اللي هي الصويا المخففة بس إذا كان نحن عنا مشكلة بهذا الموضوع فينا نحن نستبدلها بالصوصات اللي هي قليلة بالملح بتنعمل on the spot بالمطعم الياباني بين الصويا العادي واللايت صويا بيفرقوا ولا ما كتير يعني في مرات بيقولوا لي بيفرقوا للشخص العادي بس اذا شخص عنده مشكله ضغط او عنده مشكله water retention لا الافضل انه يبتعد كومبليتلي حتى عن الصويا المخففه اوكي يعني انا لما اروح اخذ باخذ لا باخذ صويا مخففه اوكي اوكي سو كنت عم بقول لكم سمول تيبس حتى لي نعمل من 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 صح من البليت تبع السوشي يصير قليل بالكالوريز فينا نبلش بالميزو سوب ميزو سوب هي بتحتوي لحظة فيها كتير فيها سي ويد اوكي بتحتوي على تقريبا من 60 لـ75 كالوري نعم اوكي بس كنت بدي اقول لكم شغله انتم بتعرفوا السي ويد اللي هو محطوط بقلب الميزو سوب او حتى الملفوف فيه بعض انواع السوشي كتير 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 غني بالمعادن يعني أوكي. غني بالأيودين غني بالكابر غني بالكالسيوم بالأيرون بالمغنيسيوم نعم. يعني مشان هيك بيعمل هيدا الشيء من السوشي طبق كتير كتير غني بالمعادن من وراء قصص السي ويد والأوميجا هلا بصحي هالطبق أوكي منجيب السلاد بيقولوا لي سلاد كمان على السوشي هلا لانا كنت عم تحكينا عن السوب كم نعم. وحده حراريه فيها 60 كالوري تو 75 اوكي اوكي من السوب ننتقل للسلاد للسلاد لاحظوا السلاد في بقلبها سومو في بقلبها تونه في بقلبها نوع سمك ثاني هدول كلياتهم they are very very rich in omega 3 fatty acids بس هيدي الساشيمي سلاد مثل ما هي هلا هي 175 كالوري however once which is very good لانه بس بعدنا عم بحسب السلاد على جنب بعد ما اجوا البيسز الباقي اكزاكتلي اكزاكتلي مشان هيك once انا زدت عليها الكريسبي والمايو قمته لان قمته دغري عن الصينيه قمت المايو اللي هي صارت كريسبي سالمون سالاد اللي نحن كلنا بنحبها انا انتقلت من 175 كالوري دغري ل 330 كالوري والفرق جاي من فات ذات از ساتوريتد يعني جاي من دهون مشبعه هي اللي بتتسبب بالكوليسترول اوكي كمان رح نكفي يمكن مع القطعه الموجوده قدامك عم شوف شيء ايه حابه احكيكم عن الادامامي اوكي اوكي الادامامي هو حبوب من الصويا كثير كثير غنيه بالفوليك اسيد بالايزوف فلافونويدز اوكي بتعطينا تقريبا 30% من البروتين اللي نحن بحاجه له هاويفر بس المشكله الكبيره هو الملح اللي بحطوه عليه الملح واحده من المشاكل هي الملح كمان من المشاكل الثانيه الكميه هلا نحن لما نروح على مطعم سوشي بيجيبوا لنا كاسه صح الكاسه ممكن تحتوي على 125 كالوري
اوكي، في بقلبها كثير بروتين وايزوفلافونز اللي هن كثير كثير مضادين للكوليسترول، and they are very good especially اذا نحن ما عندنا مشاكل هرمونات استروجين. اوكي بس وين المشكله؟ المشكله لما تكون ست او حتى شاب عم بيعملوا دايتس والسهره بتكون كيلو اوف ادامامي، صدقوني بيقولوا لي طلعنا بالكيلو، انا بس حابه عم بمسك بود كل بود في بقلبه من 8 لل 10 كالوري. انا بكل جد 3 كاسات. اوكي 3 كاسات بس هيدا بدون ما تشاركيها مع حدا يعني لحالك عرفتي؟ يعني نحن اللي عم نحاول نقوله هون انه صحيح نحن عم ناكل طعام غني بالبروتينز، غني بالايزوفلافونز، بيوطي الكوليسترول، مثل اشياء كثير ثانيه مثل الزيت، زيت الزيتون، مثل الكانولا، مثل السمو. نحن صحيح عم ناخذ بروتينز وعم ناخذ اوميجا 3 بس كمان هدول بيحتووا على كثير كالوريز. يعني اذا حدا از اون ويت لوس، يعني بالنتيجه انا جاي لاحكي ان كيس انت بدك تعملي دايت عم تحافظي على وزنك، وات اي مين باي دايت انه تحافظي على وزنك يكون اتس لايف ستايل، يعني حرام يعني تاكلي من كل شيء ما تحرمي حالك exactly. بس بطريقه هيك ونستمتع بالاكل وما نحرم حالنا بس نعرف شو نختار مثل ما حكينا. لكن اذا مامي كميه صغيره مثل ما قلت لازم نتناولها exactly. هي ماكسيموم okay. كيسه، الكيسه 125 كالوري. حسبوا معي بلشنا ب 60 175 اذا كنا نحن كونشس انه نحن ما ناخذها مع الكريسبي والمايو. اوكي بعدين الادامامي بعدين الميزو سوب 60 125 175 صار عندي تقريبا 360 كالوري. بوصل على اخذت كم كيس. نعم في الشمس كمان هولي هدول التمبورا. تمبورا شمس. ايه كنت بعدني عم بقول لكم شفتي هيدي القطعه اللي هي الشريمب لحالها. ايه اوكي هيدي تقريبا حوالي 24 جرام فيها حوالي ماكسيموم 30 كالوري. اوكي اوكي فيها ذا جود اوميجا 3 بس وانس نحن قليناها بهيدا الباتر نحن هون عم ناخذ 90 ل 100 كالوري كلياتهم من الزيت المقلي. مش فارقة كثير ابدا غيرنا راينا ما رح اقول لك شيء. طيب هي اذا بتوقف معك على وحده كثير ما هي لا نحن عم ننزل البوشن بتجي 6 ل 7 عرفتوا وين المشكله؟ يعني المشكله انه نحن مثل كل اكلنا مثل اكل اليخنه اللبنانيه مثل اي اكل صحي نعرفه انه صحي وابيوز صح. يعني لانا النصيحة أخيرة اللي أنت بتوجهيها لكل شخص عم بيتبع دايت حمية غذائية أو نظام غذائي صحي ما حابب يكسب صح. أو يزيد وزنه يعني يبتعد عن كل شيء كريسبي exactly. يعني يبلش يعمل بلانينج okay. يعمل فيلينج أب بالسوب فيلينج أب بالسالاد اللي فيها the good proteins. لما يطلب أول شيء يحاول يطلب كمية يعني ما تكون القصة open. أنا hey. كثير بفضل أنه ما نقعد على كونفير أنه نقعد على نطلب بليت. كم قطعة تقريبا بس؟ يعني 8 قطع بكفوا؟ إذا عم نحكي 8 on the high side 8 بأربعة أوكي. قدي بيطلع عندك 360 كالوري جست من القطع. أوكي أوكي عند عندك حكينا أوكي. 360 كالوري اللي ببلشوا أوكي 600 كالوري as a plate, as a plate مقبولة صح. يعني 8 ل 10 قطع we are still on the right side. شباب يمكن بحق لهم شوي أكثر من البنات اكيد. وبعدين مثلا انسان بيعمل رياضه عنده عضل عم بحكي بنت فيرسس بنت اكيد فيها يطلع لها اكثر بعدين اذا تاني نهار حتعمل رياضه. ما هو اتس نوت ما فينا نحكي عن قطعه بالزيت بدنا نحكي عن هول باكج. اكيد معك حق. شكرا كثير كبير لك لانا مرسي على هالنصايح ان شاء الله كل عم بيتابعونا يكونوا عم بيستفيدوا. مرسي كثير لك. رح ننتقل لتقرير ونتعرف على مسرحيه جديده عم تنعرض بلبنان تحمل عنوان الطائفه 19 الاخوين فريج وماهر صباغ وهي مستوحاه من قلب الاوضاع اللي عم نعيشها بلبنان. التفاصيل بهالتقرير ونتابع. أقام فريد وماهر الصباغ بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مسرحيتهما الغنائية الجديدة الطائفة 19 بحضور بطلي العمل يوسف الخال وكارين رمية بالإضافة إلى نخبة من الممثلين وذلك يوم الخميس 6 آذار 2014 في قصر المؤتمرات دبي. حث المؤلفين والملحنين الصباغ عن ولادة فكرة المسرحية من رحم الأوضاع التي نعيشها في لبنان وتعالج مشكلة الطائفية المنتشرة بين مختلف فئات الشعب اللبناني وكيفية إقحام اللبنانيين لانتماءاتهم الدينية
في جميع أمور حياتهم وإنعكاسها على نزاعاتهم الشخصية والوطنية. باختصار، المسرحية هي خيار لكل إنسان بيؤمن بالعيش المشترك، لكل إنسان بيؤمن أنه بهالبلد ما بقى فينا نتصنف بسجلات الدولة على طوايفنا. يعني مش معقول أنه بمجرد كونك لبناني مفروض تكون منتمي لطائفة بقلب سجلات الدولة. نحن حرين ننتمي لطوايفنا، بس هذا شيء شخصي لألنا، وهذا الإيمان شغلة بينه وبين رب الواحد. مشان هيك بهالطريقة بصير فينا ننقل من طائفتنا بسجلات الدولة للطائفة الجديدة. يعني حتى طريقة الحوارات جاي بطريقة كوميدي حتى العالم تكون مرتاحة بمعالجة الموضوع وما تنزعج من الأشياء القاسية اللي عم تمروا. سلاسة الموسيقى اللي موجودة فيها بتخلي إنه الفكرة توصل بطريقة منا مأزية. دوري بيكون نائب المغوير الجيش اللبناني يلي هو دائما بعرف عائلة الجيش يلي هي لا طائفة، فممكن يتسلم هو المبادرة بإطلاق هالنوع من الفكرة. هون يبين إنه الجيش اللي الكل موحد عليه، كل الموحد بضرورته بحاجته بالخلاص عن طريقه. بس قريت السيناريو اللي عطوني فريد وماهر والدور كتير حبيته، لأنه أنا كنت متهمة بالمسرحية بقتل زوجي، لأنه هو بيمارس العنف معي وكان يضربني ويضرب بنتي، أنا قتلته بالغلط. بصير محكومة وبدكم تحضروا تتشوفوا شو بصير. يعني إعلامية بجي تأخذ سكوبات من الأحداث اللي عم بتصير، بحاول أتملعن تأخذ سكوباتي، بس بالآخر بيصير في حدث بقلب المسرحية، مثل بتصير هي الإعلامية اللي بدها تضوي على طائفة 19، يعني عن جد الكل يمشوا فيها. الدور السجين البيروتي اللي يعني من هالطائفة الطوائف الموجودة مرتكب عملية اختلاس، كان موظف وقبض رشاوي وكذا وكذا، ودوري حدا نزل من ضيعة على بيروت صار معه مشكلة بالقانون كمان، فواحد نطع سيارته قتل ومخصه وكان بالبيت فحبسوه. نقطة القوة بالمسرحية انه نحن عم نحكي عن الاف الاساسية بالمجتمع اللبناني اللي هي الطائفية، وعم نوصل هاي الاف بانه هذا المجتمع كل علاته نابعة من انه هو نظام طائفي. دوري بالمسرحية هو الممول آمر السجن طارق أبو عزمي اللي هو يطور السجون بلبنان، وهدفه كان بالأساس أنه يلغي الطائفية بلبنان، ولهالسبب بيجيب خبير ياباني بيخترع حبة للطائفية. تحية أكيد لفريق العمل. موضوعنا الرئيس لليوم، ماذا لو سمح للفتاة الاطلاع على السيرة الذاتية للعريس قبل الزواج؟ هذا كان فقط موضوع أثير وصار عليه حملة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. راح ناخذ معنا من استوديوهاتنا بالرياض الأخصائية الاجتماعية مها عبدالله القطان. أختي مها مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا فيك. هلا، إيش السبب اللي خلى هالضجة الكبيرة فقط على موضوع فكرة يمكن للفتاة الاطلاع على السجل والسيرة الذاتية لزوجها؟ مؤخرا صدر من المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن هناك سيتم إطلاع المقبلين على الزواج، كل طرف منهم أنه يحق له الإطلاع على مش السيرة الذاتية ولكن الحالة الاجتماعية لكلا الطرفين. طبعا هو كان لمصلحة المشروع هذا الذي أطلقته وزارة العدل، أكيد أنه هو لمصلحة الزوجين ولمصلحة المقبلين على الزواج. طبعا كان في البداية التوجه اللي كان واجه أو النقد بالأحرى كان متوقع أنه الاطلاع على الحالة الأمنية وعلى الحالة مش بس الاجتماعية، الحالات أنه لو كان أنه هل أنه في له ماضي أو لها ماضي بالنسبة للزوجة، وهل هذا حيؤثر على الحالة الزواجية أو على إقدام الزوج أو انصرافه عن الإقبال على الزواج. طبعا الموضوع ما كان ما هو بالشكل هذا، الموضوع على أساس أنها لو تقدم للمتزوجة أو
للشاب أو الفتاة شخص سبق له الزواج أو أنه سبق له الطلاق أو حالات عنف أسري أو في مشاكل مثلا شخصية، راتب الزوج، محل إقامة الزوج، جهة عمله، فهذه كلها أشياء بسيطة وأشياء أساسية من حق المقبل على الزواج أنها هي تطلع عليها. كما ذلك هو بالنسبة له من حقه أنه يعرف أنه مكان إقامتها، هل هي سبق لها الزواج، هل هي سبق لها، هل هي تعمل، هل عندها أولاد من زوج سابق. فهذه المسائل الاجتماعية فقط اللي هو حيتناولها السيرة، يعني مش السيرة الذاتية، المهنية، وليس أنه الاطلاع على خصوصيات الزوج من ناحية مثلا أمور شخصية، هل أنه انمسك من هيئة أو ما انمسك أو هي نفس الشيء. فهذا اللي هو خلق بلبلة بالنسبة للشباب أو بالنسبة لبعض الأخوة يعني. طيب هو موجود جمعية مودة. أي هو يمكن موجود هيدا الشيء عندنا في عرفنا، أنه العائلات بيسألوا عن الشاب أو العائلة بتسأل عن الشابة، بيسألوا عن الأهل وجذور العائلية، لكن إيش الجديد يمكن بهذا القرار اللي أثار كل هالضجة؟ والله هو المفروض أنه هذه الأشياء كانت موجودة، وزيادة نسبة الطلاق يعني اللي هو خلى أنه جمعية مودة الخيرية أو سواء وزارة العدل أنها تقدم على هذه الخطوة، أنه زيادة نسبة عدد حالات المطلقين في السنة الأولى من الزواج، وأكيد أنه بعد دراسات أجريت من لديهم وجدوا أنه 30% بإذن الله أنه سيحد من نسبة الطلاق بالنسبة للمقبلين على الزواج. طبعا هو موجود ولكن لم يكن موجود بالصورة اللي هي إلزامية حتى الآن، اللي هو فحوصات ما قبل الزواج اللي هي الفحوصات الصحية، كلها أشياء اختيارية. يعني مو ممكن أنه المأذون أنه ما يعقد عقد القران إذا لم تتوفر البيانات هذه بالنسبة لأحد الطرفين. أكيد أنه حيعقد العقد القران، ولكن من الأفضل ويستحب أن كلا الطرفين يطلع على البيانات أو على المعلومات هذه، لأنها حتعطي فكرة وخلفية عن كل طرف من الطرفين المقبلين على الزواج للطرف الآخر. أيضا بالنسبة للبعض كان متردد أنه يتوقع أنه لو كان أنه مثلا كان عليه شروط جزائية أو عليه أحكام سابقة أن الزوجة حتطلع عليها. ما أعتقد أنه هو بالشكل هذا، أو أنه هو لفضح المستور بالنسبة للمقبل أو للمقبلة على الزواج. طيب على العموم كاميرا برنامجنا أختي مها تنقلت شوية بشوارع المملكة وسألت بعض عامة الناس عن أهمية هذا القرار، عن شو رأيهم فيه. خلينا نشوف ردود فعل الناس ونرجع لحديثنا، تفضلوا. بعدما انتشر مؤخرا خبر مشروع قرار يسمح للعروس السعودية الاطلاع على سيرة ذاتية تحوي السجل الأمني والصحي والقضائي لمن يرغب في الزواج منها قبل عقد القران، تم نفي هذا المشروع من جانب الجهات الأمنية التي أكدت عدم صحة ذلك، موضحة أن المعلومات الشخصية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية. ولكن هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا، وخصص هاشتاغ خاص على تويتر للتعليق على الفكرة، كما كان لبعض النساء السعوديات أيضا رأيهم الخاص في هذا الموضوع. هو قرار حلو ويساعد المرأة أنه هي بدل ما يروح يسألوا، أول زمان كان يسألوا ممكن أسألك ممكن تخبي علي، لا، لكن في من عن طريق الدولة أكيد كل شيء بيجينا كويس، بيجينا بيانات صحيحة، بيانات ممكن ما حد يكذب فيها. ليش الرجل نفسه كمان ما يسأل شيء عن المرأة؟ أنا يعني أي لازم سجل الأمن، يعني مو الرجل بس الوحيد اللي هو ممكن نسأل عنه، ممكن هو الرجل يسأل عن المرأة كمان. والله أنا أيد من جوانب إيجابية وجوانب سلبية. يعني من الجانب الإيجابي أنها تكون عارفة يعني الشخص اللي راح تعيش مع حياتها إيش، يعني إيش راح يكون شخصيته، له يعني سوابق، يعني هو كويس من هذه الناحية. بس من ناحية أنه يطلع له تقرير وسجل، هي لازم تعرف التفاصيل. بس إن شاء الله يعني هذا شيء تقدم كويس أنه يكون في تفصيل، أهم شيء يكون في تفصيل، لأن الإنسان يحتاج أنه يعرف الحقيقة. والله أيده أحسن، يعني على أساس أنه كل واحدة يعني تعرف قبل
لتبدأ حياة زوجية يعني، وبعدين تنتهي بتعاسة. يكون عندها حق إنه هي تقول أيوة، حق تقول لا، حق إذا أهلها فرضنا غاصبينها عليه تقول لهم لا، في ورقة تثبت إنه هو مو كويس أو أو أو. طيب هذا هو كان رأي بعض المشاهدات وبعض الناس في المملكة. أختي مها، يمكن مثل ما ذكرتي هذا رح يختصر حسب بعض الدراسات موضوع الطلاق، لأن الناس يمكن حتتفاجأ بالشخص اللي تزوجته بأشياء تانية، لكن البعض الآخر بيقول يمكن هذا حيزيد نسبة العنوسة، لأنه يمكن الواحد بيكون عمل خطأ بسيط بحياته والبنت أو الشاب بياخذوا فكرة غلط مسبقة قبل الزواج. شو رأيك؟ شوف، هو ما هو الهدف من الاطلاع على الماضي ليس نبش للماضي، ولكن لمعرفة أشياء أساسية لابد أنه الزوج أو الزوجة أنهم يكونوا على علم بها. لكن أكيد في جوانب كل واحد، يعني الله أمر بالستر، وكل واحد عنده جوانب خاصة أو شخصية ما يحب أن الطرف الثاني أنه يطلع عليها. أكيد أنه الجانب الأمني أو مثلا وزارة الداخلية بالطبع أكيد أنه هذه المعلومات البيانات اللي عندها ما حتنكشف، لكن المعلومات أو البيانات اللي هي تتعلق بالجوانب الاجتماعية، الجوانب التربوية، الجوانب زي ما قلت لك اللي هي البيانات الديموغرافية للشخص، اللي هو زي الراتب، زي الدخل، زي السكن، زي عدد الأولاد، هل سبق له الزواج، هل سبق له، هل هو رجل مطلق، هل يعني الأشياء هذه، البيانات هذه أساسية ومن حق أي وحدة، لأنها حتى بعد ما حتتزوج أو هو بعد ما حيتزوج حيكتشفها، ما هي سر في أي حياة زوجية. لذلك لابد من أن يكون في شفافية أو مصداقية من البداية وحسن نية قبل الإقدام على الزواج، على أساس أنه يكون كل على بينة. وبالنسبة للاختيار، الزواج اختيار، لما يكون اختيار لابد أن يكون في أسس، أنا على أي أساس أنا اخترت الطرف الثاني؟ أكيد لابد أنه يكون عندي أنا بيانات أولية، وعلى أساسها أنا تم الاختيار تبعي للطرف الثاني أو للشخص اللي أنا مقبلة على الزواج عليه. حلو، مثل ما ذكرت يعني يمكن أنا لو حلو يجيني يكون واحد يخطب بنتي أو ولدي لما حيخطب واحدة. سوري قطعتك أختي منى، يمكن حلو الواحد مثل ما عم بتقول، فلابد أن المعلومات هذه لابد أنها تكون معلومات أساسية يعني. أكيد، فحلو الواحد يمكن يقول هذا السجل وماضيه لما يتعرف على الشخص قبل ما يتفاجأ فيه. لكن إلى أي مدى بتشجعي أو في رأيك أنت إيجابي أو سلبي الواحد يحكي عن ماضيه بإيجابياته وسلبياته لشريك المستقبل؟ أكيد في حدود، ما هي مطلقة يعني، ما في أحد شيء طبيعي يعني، ما حيكون الموضوع أنه مطلق بكل كل المعلومات وكل الجوانب السلبية والإيجابية. يعني أكيد كل واحد حيعطي الجوانب الإيجابية الخاصة فيه، لكن الجوانب السلبية في جوانب ما في داعي أنه الطرف الثاني يعرفها، وقد تكون يعني حصلت مرة أو حصل شيء مثلا والإنسان ما يحب أنه يفضح نفسه. فمن حق كل واحد أنه هو له جانب أو له زاوية في حياته أنه ما يعرضها أو ما يقدمها على طبق للطرف الآخر، فمن حقه أنه يخفيها. لكن الأشياء الأساسية اللي على أساسها يبنى عش الزوجية فلابد أن الطرفين يكونوا واضحين في تقديم معلوماتهم. في مثل يقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل، ما هو الموضوع أني بس مثلا ممكن يجيني طرف أنه واحد يبغى يخطب بنتي ولا ولدي أبغى أخطب له وأعطي كل معلومات من أحسن ما يكون، أنا مستعد أعمل وأعمل وأعمل، وعند الزواج يتضح أنه الإنسان هذا ما عنده الاستطاعة أو ما عنده القدرة، أو مثلا يقول لي أنا ساكن في الرياض يطلع ساكن في جدة أو ساكن في بريدة أو ساكن في مكان ثاني. فهذه المعلومات لابد أنها تكون أساسية وبينة لكل من الطرفين، على أساس الطرف الثاني له حق الاختيار، يا إما الإقبال أو الانصراف من بداية الزواج، على أساس أنه لا يورط الطرف الثاني معه. أكيد، الصدق الصدق ثم الصدق، هذا أهم شيء يكون في البداية. أخصائية الاجتماعية مها عبدالله القطان، شكرا جزيلا أنك كنت معنا اليوم في برنامج ببيروت. شكرا، وأكيد رح يكون عندنا لقاءات أخرى ومستقبلية إن شاء الله. هذا كان موضوعنا رئيس اليوم عن إشاعة ماذا لو كان بإمكان الفتيات الاطلاع على السجل الأمني للشباب، كوارث بتصير أو لا؟ لكن مثل ما ذكرت الأخصائية الاجتماعية بالعكس، إذا كان الصدق منذ البداية في أول الطريق الواحد يكون
شفاف مع شريكه أكيد تكون الحياة آمنة ويبتعدوا عن أي شيء سلبي بكل تأكيد. فيديو اليوم هو الشخص اللي دخل كتاب جينيس وحتى من رقم القياسي، باكستاني اسمه محمد رشيد، كسر برأسه 155 حبة جوز. الله يعافينا ويعافيكم. وبهذا كسر رأسه، سوري لا كسر الرقم القياسي السابق بأشواط، إذ أن من قبله كسر في دقيقة واحدة 44 جوزة فقط. أكيد ما بنشجعكم أن تفعلوا هيدا الشيء ببيوتكم وما تخسروا رأسكم وأفكاركم، لكن هيدا واحد حبي يدخل إلى كتاب جينيس، من كتاب جينيس بيطلع بيدخل المستشفى، فأكيد ما تجربوا هيدا الشيء. فوالا، هيدا كان فيديو اليوم. رايحين على فاصل من بعده، راجعين لنكفي معكم ببيروت. ما تروحوش بعيد. إذا كنت سيدتي ناقصك إنشاد في طولك، أكيد عندك أشياء كثير أهم ومواهب كبيرة. إذا كان عندك مشاكل بأنك تشوفي الشيء حلو لابستيه وأنت كمان إنشاد ناقصينك بطولك، أكيد أخصائية المظهر مايا تر حتكون معنا لتطلعنا وتعرفنا على شو ذا بيست واي تو دريس لونج دريس لوحدة قصيرة القامة. إذا بعد الفاصل ما تروحوش بعيد، رجع. في آخر مرة كانت زيارتي لباريس مرفهة، فحبيت هذه المرة أغير الستيل. My team is my muse. Hi RBC, I'm Fax. Who is he? ولا حدا، بس صمم فستان جينيفر لورنس في فيلم هانجر جيمز الأخير. Hello, bonjour à Beyrouth. حب كتير إنه أجي. في ناس خليناها تفضح أسرار. وفي ناس خليناها تهرب من مكانها. هيدا الفستان شفناه بعرض إليسا. نحن أكثر شيء بنتقلد. تحب تعرف أنا مين ما حبيت؟ باريس فاشن ويك فول وينتر 2014-2015، حلقة خاصة ومميزة مثل العادة مع كل شيء حلو بتحبوه في هذه العاصمة الساحرة. مرحبا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بالجميع. تتمثل بعض الفتيات بطويلات القامة وهن صغيرات الحجم، عشان ما تزعل دايماً، لكن أكيد كل اللي أحجامهم صغيرة يمكن بيلاقوا مشكلة بأنهم يلقوا اللباس المناسب، وإذا لقوه يمكن ما بيعرفوا شو الطريقة المثلى لا يلبسوا. فهيدا هو موضوعنا لليوم مع خبيرة الصورة الإيميج كونسلتنت مايا تل. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك بلال. شو الأخبار؟ سافا. جود جود جود. لكن اليوم رح نحكي عن البيتيت، عن صغيرات الحجم. بيتيت. واهم شيء رح نحكي انه كيف فيهم يلبسوا الفستان الطويل. الغوب لونج. البنات كثير عاده بحبوا يلبسوا الفستان الطويل وعنده امباكت غير الفستان القصير. هيدا ما عم نقلل من شأن الفستان القصير، في فساتين قصيره كثير حلوه وكثير شيك، بس الفستان الطويل عنده هيك رهجه خصوصا بالاعراس الكبيره، اذا عرس قريب لينا او حتى على الريد كاربت او ايفنت كثير بهمنا، كثير حلو نلبس روب لونج، خاصه انه بخبي الكعب العالي العالي اللي بتكون لانه مع كون هيك فيك تلبسي كومبانسي ما ببين، كومبانسي بيريح وبيعطي طول كثير حلو. بس قد ما كانت بتيت الست بتقدر تلبس كومباسي. لازم الفستان يكون مخبى الشوز او مخبى الكعب ولا؟ اكيد اكيد من الافضل انه يخبي الكعب وتبين طرف سكربينه من قدام. اوكي، وشو الفستان الستيل اللي لازم يلبس؟ هل هو لازم يكون ضيق طويل ولا واسع مخصور؟ اكيد اكيد مش واسع، دائما ست البتيت من الافضل يكون فستانها قريب لجسمها، يعني ما ضروري يكون ستريتش، ما ضروري يكون كثير ضيق، بس لازم يكون قريب للجسم. الفستان كمان كل ما كان سمبل كل ما افضل، لانه بما انه حجبها صغير الست او اصغر من غيرها، من الافضل انه يكون قصته سمبل، يعني ما يكون في كثير
مشغول كتير أو يكون في كتير ديتاي أو يكون في رفلز كتير أمايش كتير ورد كتير يعني ما يكون كتير فيه قماش يعني فيه قماش حتى اختيار القماشة كتير مهمة يعني كل ما كانت القماشة رقيقة وهيك ناعمة كل ما أفضل ما بتحمل حالة فوليوم أكتر ما بتتحمله الست لأنه حجمها أصغر من غيرها حلو طب مايا شو الستبس شو الخطوات اللي لازم تقول فيهم السيدة لتختار الفستان المناسب إذا كان حجمها صغير كتير مهم أنه تجرب أنا مع أنه الست تجرب يعني ما تقول أنه لا أنا بتيت الفستان الطويل مش لح يلبق لي يمكن تنقي فستان تطلع عمريتها تقول واو عطيني سيلوات بتعقد أكيد أنا لح ألبس فستان طويل عطيني شيء كل الفساتين اللي عندي يوم بالخزينة ما عطيني إياه فلازم تجرب في كتير موديلات في كتير قصات بالسوق أكيد لح تلاقي طلبة ويمكن كمان أجرب فستان تلاقي لا ما عطاني شيء زيادة ما عطاني added value منه شيك علي كمان تقرر أنه لا ما حألبس فستان طويل بس مايا كمان قصة الفستان تلعب دور يعني أكيد. لازم تكون الكات كلها وحدة ولا لا في فتحة من ميل شقة أكيد نحن أنا دايما بنصح الست لما بتختار فستانة تفتح مساحة من مساحات جسمها يعني دايما بارت من جسمها لازم يبين أكيد يبين بس بطريقة استراتيجية يعني إذا الفستان طويل كتير مفروض يبين مثلا إيديها دايما بننصحها أنه الكم التروكار أجمل عليها من الكم الطويل الكم نص كم أجمل من التروكار والبلا كم أجمل من النص كم كل ما فتحت مساحة من مساحات جسمها بتعطيها طول ومدى أكتر لجسمها حتى إذا الفستان كتير طويل وإيديه مسكرين يعني مع كمام مفروض يكون مفتوح من فوق يعني بارت من جسمها لازم تبينه حتى ما يبين الفستان أكلها بين لبسة فستان وفريما حطته عن فالور كمان مايا في غلط بيقعوا فيه كمان الصبايا يمكن يلي فينا نقول إنه التوتيت وهو إذا بس يلبسوا الفستان القصير بيلبسوا كعب كتير عالي بيصير مدى أجرهم غلط أكيد دايما لازم يكون في هارموني بين حجم الست وتيابها وحتى الاكسسوارز تبعولها صح يعني اكيد السكربينه لازم تتماشى مع 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 اجرها ودائما نعطي تب دائما هيدي كثير مهمه للستات لما بدهم يلبسوا سكربينتهم تكون سكربينه من لون الاجر لان لما تكون سكربينه من لون الاجر بتعطي طول ومدى كثير حلو للاجر بتبين الست اطول من ما هي يعني اذا مثلا لبسه كولون يود سكربينتها لازم تكون نيود او بيج او ايفوار او أوكي. كريم او اذا لبسي كولون اسود تكون سكربينتها من لون نفس لون الكولون تكون سوداء حتى كمان هيدي تريكس هيك حتى تبين اطول من ما هي حلو نايس في عندنا شويه صور نشوفهم مع بعض وتعلق عليهم مايا تفضل الورا ايفا لونغوريا لبس هيدا الفستان كثير اخذ سكسي هيدا ماركيزا من اجمل الفساتين عم نشوفه منه سامبل ابدا الفستان في رفلز في شغل بعكس ما هلا اعطينا تيبس للستات انه لازم يكون فستانهم سمبل الفستان كثير مشغول بس الحلو اللي فيه عطيها سيلوات كثير حلوه قريبه على الجسم فاتحه كتافها وايديها وظهرها بطريقه استراتيجيه بطريقه كثير حلوه والحلو انه لون واحد كثير مهم انه ننقي فستاننا من لون واحد المونوكروماتيك الفستان المونوكروماتيك بيعطي طول ومدى اجمل بكثير من نعمل كولر بلوكينج اكزاكتلي اوكي ثاني صوره هون الفستان كالفن كلاين ريز ويذرسبون الفستان كثير سمبل شفنا اللاينز فيري 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 سمبل سيلوات كثير حلوه مفتوح كمان عطيها الام ما مبينه بتيت بهالصورة مع انه الفستان كتير سمبل يمكن نحن ما بنلبسه على ريد كاربت بس اختيارها مزبوط هي دايما ويل ستريسد اني ويز مزبوط ريتشل بيلسون هون لابسه فستان فالنتينو الفستان كتير حلو بحد ذاته بس ما عطيها شيء ما عطيها ادد فاليو لانه كتير مسكر شوي واسع عليها ما في سيلوات ما عم نشوف سيلوات هلا اختيار البرنت مزبوطه دايما البرنت ست البتيت بدها كثير تنتبه لما بدها تختار البرنتس اللي لها شو السبب؟ الست الطويله بيقدر الموتيف يكون كبير أوكي. يعني بده يكون بروبورشنال على شكل جسمها، الست البتيت دايما بتسكر ايدها قبضه الايد لازم البرنت تكون اصغر من قبضه ايدها من الفست هيك بتعرف حالها اذا غلطانه بتنقية البرنت او لا
المفروض تكون البرنت بروبورشنال على شكل جسمها. هون البرنت كثير مزبوطه، اللون كثير حلو، حسيت بس قصه الفستان هيك شوي فلوي اكثر من ما لازم، ضيعت لشكل جسمها وكثير مسكر لقيته، يعني لو شوي ما بتحكم ومكبره حتى هو كله على بعضه اكبر من عمره بحس. اكزاكتلي اوكي، ما عاطيه شيء كثير حلو. سلمى هايك، سلمى هايك فستانها الكسندر ماكوين، فستان كثير حلو. اذا بتشوفوا هيك البادي شيب والسيلوات اللي عندها اياها روعه، وان كولر ويتش از فيري جود، وكمان مبينين كتفاتها بطريقه كثير حلوه، وهالافيه اللي عاملينه على القبه والرقبه كثير حلو وحلو حتى هيك انه يفكك كل الرقبه، ما في مشكله، ما عاتي غلط ابدا، عاتي كثير حلو. أوكي. اي فيري جود. وشعرها مرفوع هيك كمان عاطيها اكثر من الشعر المرفوع كثير مهم، حتى طريقه تسريحة الشعر بتاثر. ست البتيت ما لازم كثير تحط شعرها على وجهها وتطول كثير شعرها، كمان البروبورشنز بين الشعر وشكل الجسم مهم، يعني شعراتها لازم يكونوا لكتافها، وحتى اذا رفعت شعرها افضل، لانه دائما لما بنبين التشيك بونز اللي قلنا بيعطينا كمان طول وبيعطينا مدى اللي نحن دائما عم نفتش عليهم. بعد في هون ناتالي بورتمان، هيدي حطيتها صوره لتشوفوا انه مش ناتالي بورتمان اللي لابسه الفستان، هو الفستان اللي لابسها. بنشوف انه واسع عليها، الخصر قاشط، التنورة واسعة، it's a very wrong choice. هي بتحب يعني هالستيل. يعني دايما ست البتيت تجرب تلاقي الفساتين اللي قد الجسم. الفساتين الواسعة overwhelming لإلها. اوكي. من الأفضل إنه تجرب. ورغم إنه رجع موضة للجيبون. ليدي لايك سكيرت كثير موضة. كثير موضة بس مش ظابط لإلها. مش ظابط أبدا. تذكر إنه هيدا جار. جار مزبوط. فلا. فوالا سيلينا غوميز لبسي اتوليه فيرساتشي، هيدا فستان كثير اخذ سكسي كمان، هيدا الدياجونال لاين يلي بالنص هون الفتحه على القبه كثير حلوه وعطيها طول كثير حلو، في شويه ديتاي بس منهم غلط، هالديتاي حلوين عاطين افي حلو، وفي هالترانسبارون يلي بالبوستيه كمان عطيها مدى وطول كثير حلو لجسمها، وفي كمان تشويس على الجنب، يعني مفتوح كمان الفستان على الجنب، اكيد مفتوح على الجنب، مفتوح من قدام، والبوستيه بتحسيها هيك بتليلي شوي، مشان هيك عاطي افي حلو كثير حلو. تيزنج جاست اناف. على الأرض. على الأرض. هيدي كانت آخر صورة، ومثل ما قلتي كمان مايا أنه بالفعل الطلة هي بتلعب كتير دور مهم، إن كان بالشعر أو حتى المكياج. كمان مخصصين فقرة بعد البريك مع نانسي رح تكون بالنسبة للمكياج لكل سيدة عم بتتابعنا اليوم. نحن متشكرك مايا، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. ميرسي مايا. لكن رح نكفي بما أنه كنا عم نحكي عن السليبرتيز وعن الريد كاربت. لوبيتا نيونغو، يو لايكت هير؟ لوبيتا عاملة جو مش طبيعي على الفيلم اندستري وأيضا بالفاشن اندستري، وأكيد طلعت الاشاعات هي مع جاريد ليتو بعد الحفل الاوسكار، لانه شافوهم مع بعض بالافتر بارتيز، لكن الخبر الصحيح موجود في التقرير التالي. I got this from Mrs. Shaw. Mrs. Epps won't even grant me no soap to clean with. I stink so much to make myself gay. لم تكن تتوقع الكينية لوبيتا نيونغو التي كانت تعمل كمساعدة انتاج في كواليس الافلام أن تصبح يوماً ما هي الحدث الأبرز والأكثر إشراقاً، وكل ذلك عقب مشاركتها الأولى كممثلة في فيلم 12 Years a Slave، وما تبع ذلك من عشرات الجوائز التي حصدتها عن أدائها المذهل، أثرها وأبرزها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في الأوسكار. 500 pounds of cotton day in, day out, more than any man here. And for that I will be clean. That's all I ask. This here, what I went to Charles for. فجأة صار كل ما يتعلق بلوبيتا ويدور حولها مهم للإعلام، وطبعا حياتها العاطفية جزء من ذلك، إذ كشفت مصادر صحفية أنها على علاقة منذ ربيع الفائت بمغني الراب الصومالي كنعان، وأن أكثر ما تحبه فيه هو إنسانيته، ويتشارك الاثنان شغفهما بالقضايا الإفريقية. But
but you can hurt me tomorrow. وبينما يتسابق مشاهير كثر لعقد قرانهم، يبدو أن لوبيتا وكنعان يأخذان وقتهما. وحتى الآن لم تلتقي لوبيتا بطفلي كنعان من زواجه السابق من سيدة تدعى ديكا وارسام. فوالا، هذا كان خبر عن لوبيتا نيونغو. ورايحين على فاصل من بعد راجعين لنشوف اللمسات المميزة اللي خبيرة المكياج اليوم راح تقدمها للسيدة الخليجية. How to look glamorous بميك اب عربي حلو. تفاصيل مع ضيفتنا ونانسي بعد الفاصل، راجعين تفضلوا. في آخر مرة كانت زيارتي لباريس مرفهة، فحبيت هذه المرة أغير الستيل. My team is my muse. Hi LBC, I'm Tex. Who is he? ولا حدا، بس صمم فستان جينيفر لورنس في فيلم هانجر جيمز الأخير. Hello, bonjour à Beyrouth. حب كتير إنه أجي. في ناس خليناها تفضح أسرار، وفي ناس خليناها تهرب من مكانها. هيدا الفستان شفناه بعرض إليسا. نحن أكتر شي منتقلد. تحب تعرف أنا مين ما حبيت؟ باريس فاشن ويك فول وينتر 2014-2015، حلقة خاصة ومميزة مثل العادة مع كل شيء حلو بتحبوه في هذه العاصمة الساحرة. مرحبا وسهلا بالجميع. عودة لمتابعة ببيروت، تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. بهالفقرة رح نتعرف سوا على المكياج الخاص بالمرأة الخليجية مع ضيفتنا ماري مكرزل. مرة جديدة مرحب فيك ماري. يا أهلا وسهلا. نحن بالبداية أكيد ابتدينا بالميك اب، يا ريت هيك نرجع منذكر المشاهدين بس نقول مكياج للمرأة الخليجية شو يلي بيلبق لها. المكياج الخليجي هو عبارة عن ميك اب شوي قوي، مثل ما هلا شايفه هون عم بعمل سموكي ايز. اوكي. وهلا عم بشتغل على الريد ليبس. اوكي. الصبية هيدا السموكي نوع سموكي لكل النساء بيلبقوا ولا حسب شكل عينها يمكن؟ لا، حسب طلب السيدة شو مطلبها، واكيد يعني حسب عينها بشتغل على الفورم اللي بشتغلها بالسموكي. على فورم العين. الاسود هو اللي بيكون دائما اللون يلي بتعتمديه ولا ممكن انك ميلي. المهم يكون غامق، هو السموكي ايز عبارة عن غامق. بس أوكي. انا هون ما اعتمد على اللون الاسود. اللون الاسود. كمان عم لاحظ انك حاطة رموش. ايه اكيد. رموش رمش رمش ولا رمش؟ لا، هيدا فل ست رموش. اوكي، يا ريت هيك بنحكي شوي بالتفصيل. خلينا نبلش بالباز بالفاونديشن، كيف عادة بتشتغلي؟ الفاونديشن اكيد بنقيه حسب لون بشرة السيدة. اذا البشرة كانت كثير غامقة شو اللون اللي بتختاروه عادة؟ البرونزي براون، واكيد حسب لون هي بشرتها، واكيد بدي خليها مثل ما هي يعني. فمش هيك هون السيده هون بيضه، مش هيك نقيناها وايت فاونديشن. اوكي، وبتشتغلي شوي على الكوركشن الوجه يعني؟ أكيد. في مناطق تبرزيها اكثر. ما بدي ابرزها ببرزها، وبدي بينها فتحها اكثر قد ما. شو المناطق اللي بتبرزيها اكثر شيء؟ يعني الخدود، الحناك، المنخار، وين بدي اخبي حسب السيده وجهها. يمكن بتفتحي بالنص. صح. بتغمقي. اكيد، مثل ما عاملين. خبريني شوي هيك يعني مثلا. نحن المدام هون منخارها حلو، ففتحناه من فوق لانه ما عندي شيء خبي. صح، اكيد. اوكي. ووجه بالنسبه للخدود مثلا وين بتحط الفاتح وبتحط الغامق؟ بغمق مطرح ما يعني بدي هون مثلا. هون اكيد البلاش الخدود هن اللي بغمقهم اكثر شيء. اوكي. والعيون كمان بتشتغلي شوي انه تعملي كوركشن فيهم؟ أكيد. بتعرفي لانه دائما الواحد اذا كانت واطيه عاليه واذا كانت عاليه بدي بينها. في عين اصغر من عين بتحاول انك تشتغلي. حسب كل سيده. اكيد. اوكي. وبالنسبه للحمرة كمان مع اللون القوي بتختاري كمان لون؟ لا، هو اجمالا انا وقت اعمل سموكي ايز بخفف من الشفاف. بس لانه اليوم بدي اشتغل على تو كونسبت فعملناهم مع بعضهم.
بدي شوي اطلع انا بالصبيه لشوف الميك اب كمان من تحت مقوية الاي شادو. صح اكيد لانه بدي اشقلها عينه لانه بدك عينه صغيره. اوكي هيدا بالنسبة للسموكي، في كمان اشياء تانية يمكن أكيد. تنعمل بالميك اب مثل شو؟ في عندك سمبل ميك اب، فيك فعلا بس بتحط رموش وايلاينر وريد ليبس يعني which is the best اللي يعني كتير اكيد ترند. وهيدا الميك اب بشو؟ بالصيف برطوبة؟ هيدا ما له يعني تايمينج معين، هيدا له مناسبة معينة. ما بيشط بضاين لا كل شيء بضاين لانه بحط لها بالاخر فيكسينج فبيضلوا ال انت مع الفيكسينج مع الفيكساتور؟ اكيد لانه هو بثبت كل شيء وما بينزع شيء اكيد. طيب ماري خلينا استفيد شوي هيك من وجودك معنا ونحكي عن الالوان الدارجه، ان كان يمكن من ناحيه الحمره شو راح يكون في اشياء دارجه لموسم ربيع وصيف 2014 بالنسبه لل الاي شادو فيك تكفي الشغل اذا بدك. انا ما راح عطلك هيك نتسير انت وعم تشتغلي. هو اكثر شيء دارج هلا لايت كولرز طالما نحن بال صيف والربيع يعني مش أوكي. الالوان الغامقه ومينلي السنه في البيربل والبينك اكثر شيء هن ترند. اوكي فهذا الشيء اكثر شيء عم اشتغل عليه هلا. والحمرة المات كل شيء كمان بعد مكفيه اكيد ماشي بموسم الصيف 100%. صار في كمان هذا الشيء يمكن حمرة مات الوان فاقعه كان قبل صح. نشوف يمكن البيج والزهر اكثر شيء، هلا نزلوا اشياء يمكن الاورنج في الاحمر مزبوط كل الالوان فيه، بس هذا الشيء كمان حسب السيده هي شو مطلبها وشو ستيلها وشو المناسبه اللي عندها اياها، هذا الشيء اكثر شيء بنشتغل عليه، يعني ما فينا نحط لها لايت ليبس وهي رايحه سهره شيء ودي حسب المناسبه اللي عندها اياها. هيدا الميك اب اللي اعتمدتيه اليوم بيلبق للكل؟ كل الصبايا بيلبق للكل اكيد بس ما بيلبق لها حسب ستيلها، يعني اذا هي حدا كثير ناعم ومثلها ميك اب كثير قوي رح تبين مش هي، والميك اب تنخليها للسيده حلوه مش نغيرها يعني. ايه اكيد الميك اب ليجم يعني صح ليحلي مش هي بتخلي جمالها الطبيعي مثل ما بيقولوا أكيد. وهيك بتعطيها طله، واذا في شي سيده مثلا جايه وعندها براسها ميك اب معين وما بيلبق لها شو بتعملي لحتى تقنعيها؟ انا اكيد بنصحها يعني وهيدا شغلتي انا بشوفها بالميك اب قبل ما اعمل لها اياه وهي هذا الشيء قرارها بيرجع بتفرجيها يمكن لا بفسر لها اكيد 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 لا بفسر لها انه هذا الشيء ما رح يلبق لك انه عينك هيك او وجهك هيك او مناسبتك هون ما بتلبق لها فعهالاساس انا بشتغل وسول اباوت تراست يعني اذا بتوثق فيي لتوصل لعندك لازم تكون توثق فيي اكيد. ماري خلينا نرجع كمان نكفي شوي بالنسبه لل مثلا البلاش الكريمي بلاش كان صار له فتره موجود بالسوق وكثير اشخاص بيعتمدوه بعده اكيد هيدا يمكن بالصيف احلى شيء الواحد انه يستعمله أكيد. خاصه اذا كانت الصبيه بشرتها حلوه وفيها نضاره يعني اكيد. طيب شو بعد بدنا نكفي هون خلصنا الحمره الحمراء بدنا نحط يمكن أوكي. اذا بتحب تكفي يمكن مانك معودة تحكي وتشتغلي اكثر لازم يكون التركيز على الشغل كل الوقت على الشغل لا معلش ما بيأثر مش رح ضيعك كنت عم بحكي مع الزبونة اكثر مش رح ضيعك. وهون بهيك مثلا شو فيك تعملي غير اللون الاحمر شو فيك تحطي لون ثاني لون كمان قوي الاورنج بيطلع حلو الاورنج الفوشيا البني يعني هو المين اكثر شيء بيلبقوا مع السموكي ايز. اوكي والبلاش شو بتعتمدي هون البرونز ولا فيك حسب بشرتها يعني حسب هي شو بتحب انا مثلا هون عملته وسط لانه كثير قوي الميك اب عليها فكرمال ما تبين انها مرسومه رسم خففت شوي البلاش بس حتى برونز شوي صغيره. انت مع رموش الرمش الكامل ولا كمان حسب ستيلها وحسب مناسبتها اكيد يعني اي باي مناسبه بتستعملي الرمش الكامل واي مناسبه بتستعملي رمش رمش؟ كل ما بتكون سمبل كل ما بخفف من الرموش نرموش يعني ساعتها بتستعمل وحده وحده اكيد اكيد. واذا كانت المناسبه كبيره ساعتها لتبرز لانه اذا كانت بنهار رح يبين كثير قوي الفلاش رح يبين انا عامله شيء بحالها اما رمش مش ما ببين فهذا لانه لنايت ميك اب او لويدنج او حسب هي وين رايحه تسوتس ما حسيتك حطيتي لها قلم اسود بقلب عينها؟ لا لانه عينها صغيره لانه عينها صغيره وانا بدي ابينها اذا بحط لها بصغر لها حطيتي لها شيء ابيض ولا لا ما حطيتي لها شيء لا تركتها مثل ما هي مشان هيك يمكن ما قربت كثير الاسود صح. على مزبوط لانه عينها صغيره ما كل ما مكتر كل ما بنصغر العين بعده دارج نحط الوان بقلب عينها مثل الزيت النيلي فيكي اكيد بس هدول مور ان سمر يعني تيبينوا اكثر بالشتا بتغمق اكثر
طيب هيك نصيحة للسيدات يلي عم بيتابعونا مثلا، شو بتقولي لهم؟ شو نصيحة؟ انه الميك اب ما بيغير، مش كل ما كترنا كل ما بنحلى، بالعكس the more simple we are كل ما نبين احلى وتضلنا نحن. يعني شو بعد عنا هون لازم نحط البلاش يمكن ولا اوريدي حطيتي؟ لا حطيت لها شوية بلاش بس فينيشينج تاتش. هيدا هو اللوك النهائي؟ ايه؟ لاحظته شوي هيك فيه جليتر كانه جليتر. ايه لانه هو عملته ك للسهرة لبالليل لشي مناسبة ايه؟ كبيرة. مزبوط. اوكي ميرسي ميري. ثانك يو ثانك يو. مشاهدينا رح ننتقل نحن وياكم لعند ساشا. نانسي، من عالم المكياج لعالم الاكسسوار، كمان دايما نحن ببيروت بنهتم باطلاله كل سيده. اليوم رح نتعرف على براند جديده بتصميم الاكسسوار، لهيك بنرحب بضيوفنا وفاء وابراهيم الزعيم. اهلا وسهلا فيكي وفاء. اهلا فيكي. شكرا كثير كبير لحضورك معنا. ابراهيم كمان اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. حضرتك ابنها لوفاء؟ لا ابن خيا. ابن خيا. وفاء، من عالم التمريض حسب ما عرفنا كان المجال الخاص فيك الى عالم تصميم الاكسسوار، شو اللي هيك خليك تنقلي هالنقلة؟ أكيد في الموهبة، وكنت عبي وقت الفراغ على طول بالهيدا بالأشغال اليدوية. في مرة كنت بحاجة لتابلو، ما لقيت تابلو سبيسيال إنه من اللي بدي إياه فعملته، وكانت فكرة وومن الهوم أكسسوارز. بحاجة مرة لنكلس كمان عملته، صار عندي يعني عملت تابلو من الأكسسوار ولا قماش؟ و قماش أكيد، قماش كريستال، كل الأشياء اللي بتحيط فيي بتلفت نظري بفوتها بالغراض. يعني بلشت بأكسسوار للمنزل، بعدين صرت ومن أكسسوارز. إبراهيم خبرني شو اللي كمان لفتك إلى عالم تصميم الأكسسوار، وسبيشلي حضرتك رجل يمكن بتشارك كمان بتنفيذ وتصميم هالقطعة المميزة للمرأة. مزبوط، هي وفاء أول شيء بلشت، فأنا كان عندي باشن للآرت وشفت وفاء قد بتكون يعني شو بتنبسط وهي عم تشتغل، فكرمال هيك تشجعت. وهي من أكثر العالم اللي شجعوني هي وأهلي ورفقاتي إنه فوت بهذا المجال، وحلو كان كثير. وكيف ذوقك؟ يعني منيح. انه بتتوجه لفئه معينه من الصبايا؟ يعني نحن بنشتغل لكل الاذواق ولكل فئه الاعمار، بس انا كثير بحب خلي القطع اللي انا بعملها فانكي اكثر من انه هي كلاسيك. فوفاء بتشتغل وفاء تاتش كلاسيك وحضرتك تاتش هيك المودرن فانكي. حلو. الشغل وين بيصير عندكم؟ الاتوليه. اتوليه خاص فيكم؟ مزبوط. حلو. وفاء، عادة مثل ما قلت الذوق الكلاسيكي بتفضلوا السيدة أكثر؟ بداين أكثر، إيه في ناس بحبوه أكثر، إيه. شو المواد اللي بتستخدموها بالتصميم؟ أنا بستعمل كل شيء ممكن، عندي كل الكريستال، اللولو، الخيطان الحرير بيشتغلون تريكو أو كروشيه، البيبر، هلا في عندنا كوليكسيون كلها بيبر، كل شيء ممكن تستخدميه فوتو بالاكسسوار. ابراهيم هون كيف بتتدخل غير انه الفكره بالتنفيذ؟ معقول تشارك كمان بالتنفيذ والتصميم؟ اكيد. هلا مزبوط، نحن يعني في كثير قطع بتصممهم وفاء وكثير قطع بصممهم انا، وفي قطع بنشتغلهم سوا، فبنحط يعني نحن ما بنرسم هاي التصميم قبل ما نبلش شغل فيه، فبنحط الماتريال سوا وبنحط لما تحطيهم سوا بتصير بتجيكي افكار انه انت كيف لازم تشتغلي هيدي القطعه، ومن هون بتصير تجي الافكار بنشتغله انا ووفاء. بس الستايل تبعك بحس بعيد عن الكروشيه. من هيدا مثلا شغلته انا وياه مثلا. يعني مثلا اشتريت هولي اول شيء المروار، بعدين أوكي. عملت الكروشيه التريكو وزينا سوا. والشغل الايد والكروشيه كله انت بتنفذيه؟ انا حتى هو بيشتغل شوي. حتى هو بيشتغل شوي. مين علمك؟ وفاء. بس شو الباك جراوند؟ شو المجال تبعك؟ لا انا بعدني بالسكول، انا تلميذ باك وان، بس من ورا وفاء وانه هي كثير بتنبسط وهي عم تشتغل فحبيت تفوت معها هيك من عمر صغير. يعني ايه بتحس انه هيدي رح تبقى مهنتك ولا مفروض؟ بفتكر. وفاء عم بفتكر. ايه اكيد. قد ايه حافظتيه وبتعرفيه؟ حرفت لما بلش عمره 10 سنين. كان عمرك 10 سنين بس بلشت؟ كان هيك غز بين الماتيريال تعملي ولا شيء وحاضر. طب الديزاينز اللي انتم بتصمموهم مين اول حدا بيشوفهم؟ اول شخص؟ الاهل اكيد والاصحاب اكيد. وديزاين وفاء اول شيء انا بشوفه هي بتشوف ديزاينه، من هي معقول تزيد تاتش او انا زيد تاتش هيك بتطلع الديزاين احلى. حلو. كمان خصيتونا بهديه رح نشوف مين رح يربحها. نشوف الهديه، حاسه دائما على حظي بفتح مثلا هيدا مصنوع من الكريستال زيبر والليركس. اوكي هيك مهضوم. هلا عقد رح نشوف مين رح يربحه اكيد. هلا بتقرب لعندي كاميرا ببيروت وما بعطيها الكادو.
اوكي مش الحال بس لانهم بيستاهلوا زوار بيروتي سنتر. وفاء عاده بتشتغلوا على كولكشن معينه بالسنه او لا حسب ما من الافكار؟ ما بنوقف كل السنه عم نشتغل وبنقسمهم بارتام يعني بارتام. وعلى اي اساس تختاروا الطابع؟ اكيد بدنا نقول الف مبروك للي ربحوا الجفت. التام الخاص او الطابع الخاص للمجموعه على اي اساس تختاروا؟ اكيد الترند العالمي، اكيد بنفوت نعمل ريشيرش، اكيد بتعملوا ابحاث، اكيد بتشوفوا شو الموضه العالميه، بنزيد اشياء، بنقص اشياء على اللي شغلينه. هلا نحن قادمين على عيد الامهات، في شي فكره ببالكم ابراهيم ووفاء رح تنفذوها؟ هلا اكيد نحن حننزل كذا قطعه سبيسيال لعيد الام، وهي للام موجهه خصوصا يعني. مثل شو هيك القطع السبيسيال او المميزه؟ إيه؟ ومن اكسسوارز اكثر شيء منزلين لانه بيكونوا ابوردابل سعرهم اكثر للاولاد يعني. اوكي. وشو رح يكونوا هال وومن اكسسوارز؟ من اليوركس المشغول تريكو مع اللولو والكريستال. ابراهيم شو الفكره اللي ضفتها على التصميم للهديه؟ هلا انا لعيد الام، لعيد الام ما كثير بشتغل، انا بشتغل عادي لسبرينج سمر 2014. اوكي، بتخيل يعني كل شيء ماتيريالز او مواد كلها الوان و كثير الوان، شيء فرح لهالموسم. كثير الوان صح. والمواد وين تختاروها هون عادة؟ المواد عادة من انه فيك تجمعي مواد من وين ما كان، حيلا مادة غريبة ما قلت استعمليها وتطلع حلوة ممكن تنفذوها. صح مزبوط. وفاء معقول ترجعي لهوم اكسسوارز؟ للهوم ما وقفت، ما وقفت هوم اكسسوارز. بعدك عم اشتغلهم اون باراليل. ايه اوكي. ما وقفت، ما في مجال التمريض؟ لا خلص. خلص ليه؟ خلص تعبت. خلص ما ممكن نرجع لإيه؟ لا اكيد لا. ابراهيم مثل ما قلت لي هلا عم تشتغل كمان على الكولكشن الجديده لربيع وصيف 2014 اللي كلها الوان، في شيء مواد جديده هلا عم بتدخلوها بالكولكشن ما استعملتوها قبل؟ صحيح، عم نستعمل كثير هلا الرابر، وفضلا انه نحن اصلا كمان عم نستعمل بيبر وزيبر، فهلا الماده الجديده اللي فاتت هي الرابر. عم بيتقبلوها السيدات والصبايا؟ شيء غريب ما بيلاقوه بالسوق. بس لا البيبر كثير تقبلوه. مزبوط، هلا نشوف الرابر كيف. مش صعب عليكم حتى السحابات تقبلوها؟ مزبوط. ومش صعب عليكم تشتغلوا فيهم لهالمواد اللي ما بتتخيل تكون هي بقطعه اكسسوار؟ لا ما انت بتظبطيها لتمشي مع الاكسسوار، حتى اكسسوارات للشعر بتنفذوا لانه هلا كمان كثير دارجه. مزبوط. حتى اعطيناكم بيكتشر صح كنا عم نشوفهم كمان بالانترفيو. ثانك يو سو ماتش وفاء، اهلا وسهلا فيك. ابراهيم كمان انبسطنا كثير بحضورك معنا، حلو شاب هيك عم بخصص هالبارت كمان الى جانب الدراسه اكيد لتتزين فيه المراه. ميرسي كثير لك ابراهيم وفاء، اهلا وسهلا فيكم. دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع بعد الفاصل مع الاخصائيه بعلم الاجتماع او مع الاخصائي بعلم الاجتماع نديم منصوري، رح يكون بضيافتنا بعد الفاصل. الموضوع كمان جديد لنحكي عن العالم الافتراضي والاختلاف بين وبين المجتمع الحقيقي، بنتابع بعد الفاصل. في آخر مرة كانت زيارتي لباريس مرفهة، فحبيت هذه المرة أغير الستيل. My team is my muse. Hi LBC, I'm Tex. Who is he? ولا حدا، بس صمم فستان جينيفر لورنس في فيلم هانجر جيمز الأخير. Hello, bonjour à Beyrouth. حب كتير إنه أجي. في ناس خليناها تفضح أسرار. وفي ناس خليناها تهرب من مكانها. هيدا الفستان شفناه بعرض إليسا. نحن أكثر شيء بنتقلد. تحب تعرف أنا مين ما حبيت؟ باريس فاشن ويك فور وينتر 2014-2015. حلقة خاصة ومميزة مثل العادة مع كل شيء حلو بتحبوه في هذه العاصمة الساحرة. مرحبا وسهلا بالجميع. Okay.
مكملين معكم ببيروت، اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا بهذا المساء، وان شاء الله تكونوا مستمتعين بكل ما قاعدين نقدمه لكم. بما انه عم نطلب من مشاهدينا انه يتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك والانترنت وكل شيء له علاقه بشبكات التواصل الاجتماعي، حديثنا اليوم راح يحكي اكيد حكينا على هالمواضيع كثير من قبل، انه كيف حياتنا صارت كلها في العالم الافتراضي، لكن فينا نحكي على الجانب البعد، قديش ممكن الواحد يتقوقع في هذا العالم، كيف نستفيد منه ايجابا ونترك الاشياء السلبية. رح ينضم لي الأخصائي بعلم الاجتماع دكتور نديم منصوري، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. شو الأخبار؟ تمام تمام يا سلام. قديش قاعدين نصير إحنا إذا أنه نصير ملك العالم الافتراضي، وقديش في ناس بعد عم يعملوا هالتوازن أنه بيحدوا وقت لكل شيء؟ عمليا اليوم المجتمع الافتراضي صار مسيطر على الحياة الواعية. هنعطي هيك شو يعني مجتمع افتراضي، لأنه مسيطر لما نقول 6 ساعات استخدام أو 4 ساعات استخدام اللي هي حد كتير مدنة، هذا يعني إحنا عم نعيش شهرين بالعالم الافتراضي سنويا مقارنة بالوقت الثاني. إذا تصعدنا بالعدد يعني صرنا بحدود 8 ساعات، يعني نحن رحنا على 4 شهور افتراضي. إذا اعتبرنا أنه النوم هو عالم أحلام، يعني صرنا نحن كمان ب4 شهور، يعني عم يبقى لنا بس 4 شهور بالحياة الواعية. فهيدا عمليا بتصور عم بيأثر هيدا الشيء. بالمجتمعات السابقة ما كان عندنا نحن شيء اسمه مجتمع افتراضي، يمكن تقنية الانترنت أوجدت هيدا المجتمع وعملت هيدا التأثير. الخطورة بتخيل بهيدا الإطار أنه نحن عندنا وتيرة تسارع عدد مستخدمي الانترنت عم بتزيد. بيكفي نعرف أنه نحن كل ثانية عندنا 7 مستخدمين جداد، يعني معناتها نحن رايحين على أكثر تقربا من المجتمع الافتراضي. زيد على هيك نحن لحد هلا عالميا عندنا بحدود 35% من سكان الارض بيستخدموا انترنت. شو يعني لما يصير هذا العدد اكثر؟ باخر 2014 حسب التوقعات بنصير 40%، لما نصير 60 و70 و80، فهون وين بنصير باطار المجتمع الافتراضي؟ حلو. طيب دكتور، في الوقت اللي احنا يمكن قاعدين نحذر من انه الناس خذوا وقتكم ولازم نوازن اولادنا في البيت او احنا نقعد ساعات معينه على شبكات الانترنت، الغرب عم يتجه اتجاه ثاني انه بيفوت لاولادنا وللشباب من الانترنت لتوعيتهم، ويمكن هذا اللي شفناه ما قبل امبارحه لما باراك اوباما جاب هيدا الشاب اللي كان بيقلده وقعدوا معه، جاب كل المهتمين بالسوشيال الميديا وخصوصا اللي عندهم قنوات على يوتيوب وقاعد يحكي معهم كيف يوظفوا هذه الوسائل لاشياء ايجابيه. هذا بوافق اللي كنت عم بقوله، يعني اليوم نحن ما فينا بقى نتجاهل المجتمع الافتراضي، المجتمع الافتراضي صار جزء حقيقي من حياتنا، يعني نحن بنعيش بالحياه الواقعيه بس عامة نحن بقلب المجتمع الافتراضي، وخاصة بالتقنيات الجديدة، يعني اليوم الهواتف الذكية والسمارت فونز وهالقصص خلت وجودنا الافتراضي حاضر بأي لحظة، يعني أنت بأي لحظة عم تنتقل من الافتراضي للواقع، من الواقع للافتراضي، وفجأة عم تنفصل عن أصحابك، يعني عم بتكون أنت بالعالم الواقعي فجأة عم تنتقل لأصحابك الافتراضيين. هيدا الشيء عم بيخلي يمكن بإطار معين إنه المجتمعات تفكر كيف ممكن نوازن بطريقة إيجابية، يعني حتى تصير الحياة الافتراضية إذا بدنا نستفيد منها يمكن بيصير وضع هيك نوع من الأفكار والبرامج نحسن من وجودنا أو نستغل وجودنا. اليوم وجود افتراضي ما هو شيء سيء بالمطلق، يعني بس بيكفي إنه إحنا لازم نحفز هذا الوجود بالأشياء الإضافية، الأشياء الإيجابية إذا بدنا، لأن نحن نعرف في استخدام إيجابي للإنترنت بس في حجم كتير كبير سلبي. هون كيف نحن ممكن إنه نعمل هذا الشيء؟ يعني بعالمنا العربي بعد لحد هلا المحتوى الرقمي مثلا نحن ما بيتعدى 3% من المحتوى الرقمي العالمي، فمعناتها نحن بعدنا وجودنا الافتراضي عم بيكون استهلاكي مش عم بيكون انتاجي. فنحن بهالاطار كعالم عربي لازم نفكر او نوضع استراتيجيات كيف نروح لنزيد وجودنا للمجتمعات الثانيه تفهمنا بالمينيموم او لحتى تتعرف على ثقافتنا، لانه نحن المجتمع الافتراضي هو كثير اطاره بيسمح لنا للتفاعل الثقافي ونتعرف على ثقافات بعض. كيف بنقدر نعمل هذا الشيء؟ هون السؤال كتير كبير أو هون المسؤولية الكبيرة. المجتمعات الغربية عم تقدر تعمل هذا الشيء، لأنه نحن بدنا نميز بين طريقتين بالمجتمع الافتراضي كيف ممكن يكون تلقائي وممكن يكون تلقيني. تلقائي هو تفاعلات الناس، وهذه ممكن بتفاعلات طبيعية ما فينا نعول عليها لحتى تخلق مجتمع افتراضي منظم مثل ما عم نقول. بينما إذا بدي أحكي بطريقة موجهة
الغرب عم بيقوم بهذا الشيء، ومش بس عم بيوجه لمجتمعاته بل كمان متجه لمجتمعاتنا، بس بإطار يمكن سيطرة لحتى نصير استهلاكيين أكثر، لنصير يستفيد من وجودنا الافتراضي بالنهاية لمصلحته. يمكن يكون بمطرح في فوائد سياسية، بس نحن وين من كل هالموضوع؟ وجودنا كيف ممكن نحفزه بطريقة إيجابية؟ بده شغل كبير أكيد، وهذا ما بيتوقف على أشخاص، لأنه اليوم في عنا مجتمع مدني يلي ممكن يلعب كتير دور بهذا الإطار، بس بالنهاية في عنا الدولة. يعني شو الاستراتيجيات اللي بتضع الدولة بلبنان تحديدا؟ بعد نحن مجرد القوانين التشريعية لهالموضوع بعدها بالرفوف، فوين بدنا نروح؟ سوسيولوجيا الانترنت، خبرني شوي عنه دكتور، شو قدمت لنا فيه؟ سوسيولوجيا الانترنت هو محاولة لفهم هالمجتمع الافتراضي اللي نحن عم نحكي عنه اليوم. لما عم نحكي انترنت هو تقنية، التقنية ما بتقدم شيء للمجتمع، ولكن التقنية لما تتفاعل مع الناس فبتصير سوسيولوجيا. فأنا سميتها الولادات الاجتماعية، يعني صار في عنا ولادات، الولادات بتنتج عن التفاعل، التفاعل بينتج شيء بينتج السوسيولوجيا، أو بالحد الأدنى الموضوع السوسيولوجي. فنحن اليوم صار عندنا موضوعات سوسيولوجية مرتبطة بالإنترنت شئنا أن أبينا، لأنه كل شيء بتشوفه بالعالم الواقعي عم نشهده ونشوفه بالعالم الافتراضي. شو ما بيخطر على بالك، اقتصاد، سياسة، اجتماع، إعلام، أي إطار. حتى صار في عندنا لغة خاصة للإنترنت اللي هي بتمثل مجتمع، صار في عندنا شيء اللي بنعرفه النتيكات، يعني الاتيكات عبر الانترنت، كيف نتخاطب مع بعض الكترونيا. كمان هيدي اطار في فصل خاص بيحكي عن هذا الموضوع. حلو. كيف نحن لازم نتخاطب مع بعض في اصول للخطاب الالكتروني، مش انه بطريقه مش بس الاشياء، لا طبعا مش اشياء بس انها تكون، لانه في اطار اليوم الانترنت صار في اطار بزنس وشغل وعلاقات دبلوماسيه واكسترا، وحتى بعلاقاتنا الشخصيه ممكن تكون رسميه، وصار الناس تتقاضى من خلال التوقيع الالكتروني، صار في كل هذه الامور يلي هي بطلت باطار مجرد انه انترنت مثل ما بنفهم انه هو شيء خاصه بالتسليه او الترفيه او اي شيء، لا صار واقع لازم نعترف فيه. بس الكتاب عم بيروح يضوي نوعا ما على هذه الظواهر، بيتالف من 10 فصول، كل فصل عم بيحكي عن ناحيه من نواحي يلي هي اثرت بالمجتمع العالمي. حلو دكتور، يمكن احنا اليوم حكينا على الموضوع بالمجمل، لكن يمكن في الايام القليله اللي جايه نخصوا موضوع ونفصله ونفتح ابواب اكثر لنحكي عن هذا العالم اللي هو شئنا او ابينا، سر هو العالم اللي احنا موجودين فيه وهو هذا المستقبل. شكرا لوجودك معنا كثير، ميرسي. ورح نحكي عن العالم الافتراضي اللي بيخلي الناس بتعمل كثير اشياء لتتربع عليه، وعندما نقول شهره على التلفزيون في شهره على الانترنت، والناس صارت بتعمل اشياء غريبه لتحرز على اكبر نسبه مشاهده. هذا اللي قامت به هذه الصبيه اللي كان حلمها انها تغني على متن طياره مع الركاب، وتحقق حلمها مثل ما عم بنشوف. This is what happened، وهي كانت عم بتغني أغنية فارل ويليامز هابي، وسميناها أنها تحولت إلى هابي مانيا. طبعا هذا الشيء كان بالاتفاق مع شركة الطيران. Here we go. حققت حلمها. She had fun. ما بعرف انه على شركة طياراتنا يمكن كانوا جابوا لها الشرطة، بس هون الناس متفتحين اكثر، ممكن يحققوا حلم اي واحد باي طريقة اخرى. اذا حبيتوا انتم تعملوا اي شيء ممكن يشفيكم غليلكم اللي عم بيصير، ابعتوا لنا كمان فيديوز هيك مهضومة لنعرضها على الهواء مباشرة. رايحين على فاصل، من بعده راجعين لنكمل معكم. في عنا شيف راح يقدم اشياء كثير كثير مهضومة، وايضا في عنا باخر الحلقة كمان موضوع مهم ومميز ما تفوتوهش عليكم. راجعين، تفضلوا. في آخر مرة كانت زيارتي لباريس مرفهة، فحبيت هذه المرة أغير الستيل. My team is my muse. Hi LBC, I'm Tex. Who is he? ولا حدا، بس صمم فستان جينيفر لورنس في فيلم هانجر جيمز الأخير.
الو بونجور ا بيروت حب كثير انه اجي. في ناس خليناها تفضح اسرار وفي ناس خليناها تهرب من مكانها. هيدا الفستان شفناه بعرض اليسا. نحن اكثر شيء بنتقلد. بتحب تعرف انا مين ما حبيت؟ باريس فاشن ويك فور وينتر 2014-2015 حلقة خاصة ومميزة مثل العادة مع كل شيء حلو بتحبوه في هذه العاصمة الساحرة. مرحبا وسهلا بالجميع. منتابع ببيروت ونحن وياكم عنا محطة مع الطبخ ومعنا الشيف سليمان خواند ونحن وياه رح نحضر كمان طبق شهي لليوم. كنا بعالم المطبخ الياباني والسوشي، هلا بيور لبنيز بيور لبناني 100%. مرحبا شيف. مرحبا، كيفكم يا صبايا؟ الحمد لله بنشكر الله. اهلا فيكم، كيف صحتكم؟ شيف قديش المطبخ اللبناني هو مطبخ صحي؟ كنا عم نحكي قبل مع اختصاصية التغذية كانت كمان بضيافتنا عم نحكي عن المطبخ الياباني والسعرات الحرارية اللي ممكن تكون موجودة بالمطبخ. موجودة نحن بالنسبة لنا المطبخ الشرقي او المطبخ اللبناني هو مطبخ الميدل ايست كله، يعني مطبخ الشرق الاوسط كله. وعن جديد صار في تقييم لهيدا المطبخ وتبين انه هو فعليا بتركيبته الطبيعيه يعني بالفطنه طالع هو مطبخ صحي 100%، لانه كثير توجه النكهات عنا بيروح على الخضره. أوكي. يعني عاده المطابخ اللي بيكون فيها كثير مقالي مثل الاشياء التشاينيز او اللي بيكون فيها السوشي بيكون فيها كثير رز، فيها اسماك نيكي، هون بتكون نسبه الكالوريز عاليه. بينما نحن فعليا كثره الخضره بتنوع بمطبخ اللبناني هو اللي بيعطيه القيمه الغذائيه العاليه. بس مما لا شك فيه انه عندنا لحم ني، عندنا مشاوي، عندنا السجق والمقاني اللي بيطبعوا شوي، يعني هول اذا بدي الفوارغ الرماركات معينه، هلا اذا بيتاكلوا لحالهم ممكن يكونوا مقبولين، بس اذا بنكون عم ناكل ميزه لانه اشتهر مطبخنا بفكره الميزه. بس هيك تقلكم شغله صغيره، عاده لبنان ما كان المطبخ تبعه مصنف عالميا. أوكي. عن جديد تصنف مطبخنا، صار في كتير عالم بيعملوا الكبة، بيعملوا الحمص، بيعملوا الفلافل، بيعملوا المشاوي، الكباب تبعنا نحنا بتتبيلاتنا نحنا. بس معروف انه كتير ميزة، يعني بتنقذ لما حدا تقلي له مطبخ لبناني بيقول اوف كم صحن ميزة بده ينزل لي. بس اكيد 80% من الميزة تبعنا هي ميزة صحية. هلا انا ما عم قيس كالوريز. أوكي. لانه ممكن ياكل واحد 10000 كالوري على حسب كم حتى كل واحد قديش عم يشرب وعم ياكل، يعني نمط الاكل تبعنا بيساعدك انك تشربي. هيدا الشيء بيخليه اكيد يفوت كالوريز اكثر على جسمك. وفينا نزعبر بالمكونات، يعني ما بحس انه في كثير، يمكن في مكونات اساسيه بالمطبخ اللبناني ما بنتخلى عنها. مزبوط. ترى يعني شوي يمكن عم بغيروا، بدل برغل بحطوا كينوا المكونات الكينوا منا لبنانيه. ايه بعرف، بس هي المكونات اللبنانيه بغيروا شوي هيك ممكن قصدي. فريكه وهيك اشياء. هي المكونات اللي موجوده عنا بالمطبخ اللبناني او المطبخ الشرق اوسطي هي مكونات كافيه انه تعطينا تنوع يومي، يعني اذا بتجيبي رزنامه فيكي على مدار 365 يوم وربع تعملي 365 طبخه مشكلين. يعني اليوم انا محضر لكم هيك طبخه فينا نبلش فيها على السريع. إيه اليوم كمان صحي الشيء اللي رح تحضروه. اكيد صحي، يعني بال 2014 ما بقى فينا نجيب لا فريتوز ولا قلي ولا كثير كالوريز، اشياء دسمه بنبعد عنها. مزبوط. شو هو الطبق يلي رح نحضره اليوم شيف؟ اول شيء انا محضر اكيد تحت الهواء. نعم. عامل كبه عدس. كيف هي الكبه عدس؟ عدس مجروش اصفر مع برغل، برش بصل، ملح وبهار. أوكي. التركيبة المضبوطة مش بس بالكبة، بالكومبينيشن اللي بدي حطها على وجه الكبة. رح بلش اسكب قدامكم تنشوف شو الفكرة اللي حابب وصلها. خلينا شوي هيك نقول للمشاهدين، يعني مثلا قديش الكبة العدس، يعني شو قديه بتحط لها عدس، قديه بتحط لها برغل. أوكي. ايه؟
خلينا نحكي إذا عم نحكي للستات البيوت بالكباية. كل كباية عدس مجروش. نعم. بدأ تقريبا نص كباية برغل. نص كباية برغل. بدأ نص بصلة صغيرة. أوكي. بدأ رشة ملح ورشة فلفل أسود. أوكي. بهالطريقة بتخلص عندي عجينة الكبة. بس نعم. الميزة بالحشوة اللي هلأ بدي حضرها. أنا وعم بسكوب رح أحكي بالملعقة. بس ما رح أحط كل الملاعق. أكيد. أنا رح أحط ملعقة بندورة بس رح أحكي على أربع ملاعق. أربع ملاعق بندورة. لكن بدهم ملقعتين بقدونس ناعم. اوكي. بدهم ملقعتين جوز. عم نحكي اربعه بندوره، اثنين بقدونس، اثنين جوز، واثنين رمان. رمان احمر حامض. هون عندي طبق صحي جدا، كثير فيجيتيريان، يعني ما في ولا اي شيء من مصدر حيواني، وبنفس الوقت عنده قيمه غذائيه عاليه. أكيد لو خبيرة التغذية موجودة كنت حكيت كتير عن البقدونس اللي لونه أخضر. صح. حكيت عن الرمان وحكيت عن الجوز. برجع بحط أشهر شيء عنا بلبنان، زيت الزيتون. طب خضير. شايف هيدي أنت مخترع هالطبق، لأنه أنا أول مرة بسمع فيها هيدي. أنا كاتب مقولة بتقول إنه المطبخ هو عالم متكامل من الماضي والحاضر والمستقبل. أوكي. ما في عسكري واحد بالمطبخ، يعني كل الثقافة وكل الحضارة اللي وصلت لنا هي حضارة عمرها تاريخ. نعم. مما لا شك فيه انه في حدا بيوم من الايام عمل طبعا كبرة العدس. اوكي. وعمل هيدي الكومبينيشن، بس فيك تطلعي على تبس صغير، يعني انا زدت دبس اضافة صغيرة. ايه؟ اضافة صغيرة بتعطي رونق، بتعطي الوان حلوة. هيدي اللي فيك تقولي اول مرة بتنعمل. اوكي. هيدا هو. لكن انا هيدا اللي كان بدي اساله لشاف خواند، انه اخر شيء شو ضفت؟ طلعت ضفت دبس الرمان. ما انا ما كنت بدي اقلك، بدي اخليها سر. حطينا بس بالاكل ما فينا. حطينا شوية دبس الرمان. هلا حسب ملاحظت عادة بيعملوا الكبة هن بحطوا لها مي وبيعملوها، فيك تحط لها زيت زيتون هيك وتعملها؟ اكيد، وهو افضل زيت الزيتون. احسن من المي. احسن من المي بكثير. اوكي. هلا اذا مش زيت زيتون زيت نباتي مش غلط، بس بهيدي الطريقة ممكن اشتغل فيها مثل ما. أوكي. انا بدي. وعم بعمل جرن الكبة. الحشوة. شكل جرن جرن. فيني بدل هيدي الحشوة مثلا اعمل صلصة طحينة طيبة، تراتور او طاجن. يعني بقلي بصل مع زيت الزيتون، بعمل تراتور على البارد وبغليه كله سوا، بالاخر بحط له نقطة مزهر. طيبة بحسها. الكمية اللي عطيتنا اياها يعني كم قرص تقريبا بيطلع؟ هيك عم تصعبيها علي. يعني لا مش هيك، بس انه تقريبا مش ضروري مثلا 10 20 15. اذا عملت كبايه عدس مع نص كبايه برغل ممكن يعملوا لي شيء 18 قرص مثل هول الصغار اللي. أوكي. انا عم هيك الواحد بياخذ فكره تحت لي اذا عنده اشخاص. يعني انا بقول ست البيت بحاجه لكبايتين عدس مجروش مع البقوه الانجريدينز اللي حكيناهم. وشاف تركتها كمان مفتوحه للكبه جنب. ما سكرتها جنب. هلا نحن كان فينا نجيب بعد نعنع مقلي واقف او بقدونس او شيء، بس حبيت اليوم يكون الطبق تبعنا هيك بيور لبناني سامبل، ما في ما يكون كثير معقد. يعني حيالله ست بيت اذا هلا قررت اكيد عندها عدس بالبيت وبرغل وبصل. وسبشل الفكره مميزه، يعني عاده بتعرف بتحب المطبخ اللبناني بس زهقت من نفس الشكل التراديسيونال، الطعمه الشيء التقليدي. انا بوافقك الراي على هاي الشغله. كرمال هيك في عندي انا تبس صغير حابب لكم عنه. اذا منجيب كالوندريه، يعني رزنامه زياده على الرزنامه اللي عندنا بالبيت، ومنقول انه نحن بظرف جمعه بدنا نعبي شو بدنا ناكل. أوكي. فينا نجيب كتب وروستات واشياء ونكتب على كل ورقه من الرزنامه بكره شو لازم ناكل. ونحتفظ فيها، بنصير قبل بنهار نقدر نعرف. طيب شاف، بديل كبه العدس بيطلع طيب اذا كانت كبه نيه وهالخلطه محطوطه عليها زيت الشي ولا لا؟ كبه لحمه. كبه اللحمه يعني. اكيد. وهلا فيني اعطيكي اكثر من حشوه لكبه اللحمه. مثل شو مثلا بتطلع طيب معك؟ خليني اول شيء اعطيكي تصور للطريقه اللي بدنا نفكر فيها. اوكي. دبس الرمان طيب. نعم. الجوز طيب. الباذنجان طيب. يعني اذا بنقلي شويه مربعات باذنجان، بنحط لهم شويه دبس الرمان، بنكسر لهم شويه جوز. يمي. ونحشيهم بقلب الكبه النيه طيبه. شهيني مع انه هلا اكلت. فينا نعمل وحده ثانيه لها علاقه بالفليفله الملونه، خضراء وحمراء. ثقافتنا بتحب الكزبره كثير. صح. يعني انا بالنسبه لي اذا في كزبره بالاكل يعني هالاكله انا لازم اكلها ولازم حبها. فينا نعمل فليفله مع بصل وثوم وكزبره،
ونحشيهم بقلب الكبه النيه التراديشنال. مش بتقليهم للفليفر؟ بلا. بتقليهم مش على الني. مش على الني لكينا. الرمان طيب، يعني رمان، جوز، باذنجان، دبس الرمان، حامض الحصرم، بقدونس، في كتير كومبينيشن معينه ممكن يعطونا نكهات طيبه. اليوم الغدا عندك ست منسي، تعملي لي هيدي غير هيك ما بقبل. طبعا تفضلوا هيدي انا اللي حاملها مع والسر اكيد بيكون مع دبس الرمان اللي زدته اخر شيء، اللي هو عن جد حيعطي هالنكهه الطيبه كثير. وزيت الزيتون كمان ممكن يعطيني نكهات كثير طيبه. شي بشهي شاف، ها عم نشوف الطبق على طالع حلو على الهواء. وهيك بيكون خلص الطبق، طبق شاف خواند او بابا نعمل شيء على مبدئيا خلصنا، يعني هذا اسرع طبق انا عامله بحياتي بظرف 10 دقائق. يعطيك العافيه بجنن. اكيد الكبه اخذت معنا وقت وبالبيت، والكومبينيشن كلها اللي تقطعت كمان تحضرت قبل بوقت. اكيد شيف سليمان خوان، شكر كثير كبير لحضورك معنا، ميرسي على هالمكونات وهالطبق السريع والمميز كمان مثل ما ذكرت مطبخنا اللبناني. اهلا وسهلا فيك وميرسي لكم. اهلا وسهلا. مره جديده رح نرجع نشوف تقرير ومنتقل الى عالم المشاهير مع الممثله لوبيتا نيونغو، بعد ما يعني صار في اشاعات كثير حولها وعلاقتها مع جاريد ليتو، ولكن الخبر كان خطا. خلينا نشوف مين حبيبها للوبيتا بهالتقرير ومنتابع. Mrs. Epps won't even grab me no soap to clean with. I stink so much I make myself gay. This ain't a... لم تكن تتوقع الكينية لوبيتا نيونغو التي كانت تعمل كمساعدة إنتاج في كواليس الأفلام أن تصبح يوما ما هي الحدث الأبرز والأكثر إشراقا، وكل ذلك عقب مشاركتها الأولى كممثلة في فيلم 12 Years a Slave وما تبع ذلك من عشرات الجوائز التي حصدتها عن أدائها المذهل، أخرها وأبرزها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في الأوسكار. 500 pounds of cotton day in, day out, more than any man here. And for that I will be clean. That's all I ask. This here. فجأة صار كل ما يتعلق بلوبيتا ويدور حولها مهم للإعلام، وطبعا حياتها العاطفية جزء من ذلك، إذ كشفت مصادر صحفية أنها على علاقة منذ الربيع الفائت بمغني الراب الصومالي كنعان، وأن أكثر ما تحبه فيه هو إنسانيته، ويتشارك الاثنان شغفهما بالقضايا الإفريقية. وبينما يتسابق مشاهير كثر لعقد قرانهم، يبدو أن لوبيتا وكنعان يأخذان وقتهما، وحتى الآن لم تلتقي لوبيتا بطفلي كنعان من زواجه السابق من سيدة تدعى ديكا ورسام. فوالا لوبيتا نيونغو اللي صارت سوبر ستار مش فقط بالتمثيل، وايضا بيتهافت عليها شركات الاعلان والمعلنين all over the world. رح نحكي على موضوع كثير هيك اكسايتنج بالاخير، كونسبت كثير مهضوم لكن الاكت تبعه ام شور انه كل العالم اللي جربوه they had fun. هيدا كان محور موضوع ومسابقه اسمها فريندشيب اوفرلود، هي عباره عن سياره ميني كوبر تجوب الجامعات لمعرفه كم عدد من الاشخاص يتسع في داخلها. ومعنا تينا شيخاني مديره يونيليفر في المشرق العربي لتعرفنا اكثر على هذا النشاط وهذه التجربه. اهلا وسهلا تينا. اهلا فيك. شو الاخبار؟ اكيد انبسطوا الشباب وتسلوا. كثير تسلوا، انا باكد لك اياها يعني. ايه كان لازم تكون معنا على اساس مع ميني كوبر. طب ليه ما رحتي؟ يشدها عن جد. طيب شوقنا هيك المشاهدين، حتشوفوا التقرير وتعرفوا شو هو، بس خلي تينا هيك تعطينا فكره واهداف فريندشيب اوفرلود. فريندشيب اوفرلود هي مسابقه اطلقها معجون الاسنان كلوز اب، وهي كنايه عن مثل ما قلت ميني كوبر. الميني كوبر حطيناها بالجامعات بكل جامعات لبنان، وخلينا الطلاب يجتمعوا يعملوا فريق، يشتغلوا ضمن فريق واحد ويحددوا خطه انه يسيعوا فيها اكثر عالم بقلبها.
ليه عملناها وشو كان الاوبجكتيف اذا بدك تبع الفكره. الاوبجكتيف كانوا انه قد ما فينا نخلي العالم تقرب من بعضها ويكون عندها ثقه بحالها انه تقدر تقرب وتسيع عالم تقرب من بعضها كلوز اب كلوز اب قريب من بعضها اكسلنت سو بيقرب من بعضه وبيساعوا كلهم قد ما فيهم يساعوا عالم قد ما بيكون احسن وقد ما بيربحوا. مش ضروري يكونوا بيعرفوا بعض مزبوط؟ لا هو مش كنايه يعرفوا بعض، هو اكثر انه هن يتفقوا مع بعضهم يجمعوا بعضهم كفريق واحد وبخطة معينة نحطوها سوا يلاقوا طريقة يسيعوا أكتر ناس عالم بقلب السيارة. أوكي تمشي السيارة ولا لا 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 من ناحية السيفتي ممنوع تمشي السيارة. لا لا ممنوع تمشي السيارة هلأ بتشوفوا ما هو اكزاكتلي بتشوفوا هلأ بالريبورتاج ما فيهم فيها تمشي السيارة ما سيعوا فيها عالم مش إذا سيئة بيوصلوا بعد شي 3 ايام. طيب اكيد شوقنا المشاهدين، لكن قبل ما ناخذ ونشوف التقرير ونشوف هالاكسبيرينس خلونا نشوف اصدقائنا وزملائنا ببرنامج سيدتي واستوديو ابو ظبي. هدى مساء الخير. مساء الخير يا بلال لك ولساشا ولنانسي، شلونكم؟ الحمد لله بيسلم عليك الصبايا. شو شوقينا ايش في عندنا اليوم؟ سلم عليهم وايد. اليوم عندنا الكثير من المواضيع بلال. رح نتكلم أول شيء عن مدرسة بنات سعودية تضع عباءة النساء معيارا للرجولة، ورح نسلط الضوء بعد على أهم النصائح لاكتشاف الهواتف المقلدة، ورح نتعرف على اختراع جهاز جديد لتشخيص سرطان الثدي عن طريق النفس. بعد رح نستضيف المصممة السعودية ريم الحجار ورح نطلع على أجمل تصاميمها، ورح نتكلم في حلقتنا لليوم عن حقوق التكريم اللي أقامتها أرابيان بزنس لأقوى 100 امرأة عربية. طبعا أدعو كل مشاهدين برنامج ببيروت هم ما يطوفون هذه الحلقة من برنامج سيدتي ويتابعونا بعد قليل على روتانا خليجية. ويعطيكم العافية بلال، وسوري أنا مو قاعدة أسمعكم لأن قطع الخط، وشكرا لكم. شكرا لك هدى، وأكيد ندعو كل المشاهدين للانضمام لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية مباشرة بعد انتهاء برنامج ببيروت يعني بعد دقائق. يلا ليتس جو، خلونا نشوف هالإكسبيرينس اللي كان فيها الكثير من المتعة ومسج كتير كبير رح نحكي عنه بعد ما نكتشفها مع بعض. تفضلوا. هو زيته بكل الجامعات واكثر من توقعنا صراحه، لانه كثير عم نشوف حماس، كثير عم نكون متحمسين، حتى النمبرز عم بيكونوا شيء مش طبيعي، والايفنت عم بيكون ناجح و we're very happy about that. اول شيء نفس بقيه جامعات اكيد، وعمل جماعي بجمعنا كلنا كطلاب واحد بصف واحد، والجائزه اكيد كان الهدف انه اول شيء نجيب الاشخاص اللي على تعيط الكبير نقعدهم بالاول. توصلنا لرقم، يعني انا صراحه كنت بالنص، دعوسوني كلهم فوق وتحت مع السيد بشي مصمين حالنا، كنا على اساس نطلع بطريق بيراميد، قام نطينا كنا فوق بعض وطلعنا فوق بعض، ما بعرف كيف صرنا بس انه كثير كثير حلو يعني. صلينا كثير وكان الاجواء كثير حلوه. لانه كثير حلو الايفنت اللي عاملين له كلوز اب اليوم، خصوصا انه عم بيروحوا على كومبيتيشن بين كل الجامعات، وبذات الوقت كمان عم بيكون عندنا كومبيتيشن جديده من نوعها، وبذات الوقت عم نقدر نكون كلنا بذات الفكره تبع كلوز اب كلنا مجموعين حد بعض، كمان نقدر نساعد بذات السياره ونربح تابلت. عن جد كثير حلوه، لانه كلوز اب قدروا يجمعونا وعملنا تيم ورك واشتغلنا كلنا، يعني عملنا استراتيجيه وكلنا مشينا فيها. صراحه مش مهم الواحد يربح، مهم انه كلنا سوا طلعنا فيها، كنا يعني كان كل واحد عم يخنق الثاني بس انه كنا عم نستحمل لانه كنا مبسوطين. وعن جد اكسبيرينس حلوه رح اتذكرها كل حياتي، حبيت الجو يعني السبيريت بين بعض. هن كانوا صار لهم جمعه بالكور عنا وعم بحمسونا، فاليوم بس اجوا كنا كلنا وحبينا نشارك فيها، وغريبه شوي كلنا بميني كوبر وعدد كبير وهيك. هون بهالجامعة قراب كثير على بعض، بغير جامعات في أكثر فرق بين بين النمبرز، أوقات up to 10 people تفرق. الريزلتس كل ما فين مرة رح يطلعوا. The students can check out the results on our Instagram page at Close Up Lebanon. حلو حلو، ناس تهرب من الزحمه وناس تتزاحم، فكونتراست مهضوم
كثير الكونتراست. نرجع نذكر وات واز ذا مسج، شو كانت الرساله والهدف؟ الهدف كثير واضح، نحن على طول خصوصا بالجامعه بنحب نبني العالم ثقتهم بحالهم ويكون عندهم هالثقه انه يقدروا يحققوا هدف او يحققوا الامبيشنز تبعولهم وقت يكونوا خصوصا بالجامعه. اول ما يفوت واحد على الجامعه هي مثل انطلاقته اذا بدكم للحياه، اول مره بيظهر من محيط العائله، بيتعرف على ناس جداد، بيكون شخصيته كمان، بيكون شخصيته، بيكون طريقه اللي بده يبني صداقاته فيها وكل هدول. فاليوم نحن بنينا على هيدا المنطلق وطلعنا بالفكره انه اليوم نخلي تيم ما بيعرف بعضه يمكن كله، لانه مثل ما شفتوا في 30 و40 وما رح نقول الارقام، في كثير عالم ما كلهم بيعرفوا بعضهم، تقربوا مع بعضهم، اتفقوا مع بعضهم على خطه معينه انه يقدروا كلهم سوا يساعوا بهالسياره. وكانت كمان طريقه مثل ما شفتوا كثير مهضومه وفن ومرحه. لا حبيت الاستراتيجي. ايه يا ريت بتشوف استراتيجي يعني انا صار لي كذا سنه بشتغل بحياتك شفت هيك يعني بدي بكره اعمل له ريكروتمنت على الشركه اذا هيك بيشتغلوا بيعملوا استراتيجي يعني بديهم يشتغلوا معي. لا they were very 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 creative. تينا بكم جامعه صار هيدا النشاط وهلا بس رح يكون بجامعات بيروت؟ لهلا صرنا عاملين اربع جامعات، عملنا باليو اس جي، عملنا باليوزاك، بالال اي يو، وعملنا بالان دي يو. بعد عندنا جامعه او اثنين بعد ما خلصنا الكومبيتيشنز وبعد ما خلصت بلبنان. صراحه اطلقنا المشروع بمصر. أوكي. هي الفكره طلعت مع الماركتينج تيم تبع كلوز اب بمصر واطلقناها وكانت ناجحه لدرجه بمصر انه قررنا نعملها رول اوت بالميدل ايست كله. سو اول بلد من بعد مصر كان لبنان. بعد لبنان وين؟ بعد لبنان قال رد بالاردن. اوكي. وبعد الاردن قال رد بالبلدان العربيه. طيب حيكون هيك منافسه دوليه كمان عربيه؟ بلشنا منافسه بالجامعه يمكن اذا كفينا على حسب الرياكشن، لانه مثل ما شفتوا هلا يعني كان عندنا الاف العالم بكل جامعه دير من دارنا، وعندنا تقريبا فوق ال 500 شخص اللي هن اشتركوا بالمسابقه. اذا شفنا انه كثير عم تاخذ هايب وكثير عالم عم بحبوها يمكن اكشلي نعمل مسابقه انتركم. حلو كثير. طب فينا ثلاث جامعات لحديت هلا؟ اربعه. مين اللي احتل المرتبه الاولى بيناتهم؟ ما فيني اقول لك، يا ريت فيني اكمل شيء. رح اقول لك ليه، على بالي اقول بس حرام لانه بعد في جامعه وجامعتين بعد ما عملنا هون. فينا يعني ما فينا نعمل. انا كنت عم بس فيني اقول لك شغله كونفدنشلي بيناتنا. ايه ما حدا سامع. ما حدا سامع بيناتنا. فيني اقول لك انه كسرنا رقم قياسة اللي عملوه مصر. ايوه. حلو. بس هو التارجت جمعوا يعني اكبر عدد اشخاص يكونوا بهال اكبر عدد اشخاص يقعدوا بالسياره بذات الوقت at a certain point of time بوقت معين بطريقه كمان انه استراتيجيه، يعني مش انه ستف بعد ولا الثاني، لا بطريقه كثير استراتيجيه. السياره ما تغير فيها شيء الحمد لله. بكراسية ممنوع يدقوا فيها مثل ما هي السيارة، ما بتهز لأنه from a safety perspective مجبورين نخلي السيارة ثابتة ومجبورين هني خطوة. إذا بدك تشوفي كيف يرسموا شيماء وكيف بدهم يقعدوا العالم وانت نايم على الداشبورد وانت على سطح السياره شفتوهم اصلا. بس انت قصدي يكون الشكل مرتب مع عدد اشخاص كثير كبير؟ الشكل مرتب لازم يكون شكل كلهم ضمن السياره والبواب مسكرين، يعني ما فيهم يفتحوا الباب ويوقفوا على طرف ويمدوا اجريهم ولا بقى، بدهم يكونوا ضمن حدود السياره وفين يطلعوا طلوع قد ما بدهم. حلوة الفكرة، حلوة الفكرة هيك غريبة ومهضومة بتسلي. ايه. هلا بس نقول مسابقة في لازم يكون في شيء جايزة أكيد. شو؟ صراحة كل اللي اشترك ربح أو ما ربح طلع له الأصناف تبع كلوز أب، يعني طلع له البرودكت هو اللي يجربوه لأنه بخليه يقرب. بس كمان الربحين كل العالم اللي رح يربحوا، يعني إذا طلع 30 40 شخص بالسيارة وات ايفر ذا نمبر رح يطلع لهم تابلتس منهم. بس مثل ما شفتي ما حدا كان كثير مهتم بالهدية، كلهم كانوا مهتمين بس يشتركوا ويكسروا. وكيف بدنا نظبطها ونعمل جمع اكبر؟ متحمسين على فكره انه يعملوا الاستراتيجي ويطلعوا الربحين اكثر من الهديه، يعني بالنسبه لهم سبيشال الهدف كمان اللي بلشتوا فيه. مزبوط. الفكره اول لهم يرجعوا على الفصل بالجامعه اوه خلاص بورينج. الفكرة كانت انه اليوم هن بيقعدوا بيحضروا محاضرات كل الوقت. ايه. فيك تقعد تحاضريهم ساعات على ثقة النفس ويبنوا تيم وورك والعمل المشترك. لقينا اليوم هالفكرة انه نوصل المسج بس بطريقة مهضومة ومثل ما شفت انه ما حدا رح ينسيها.
كلهم رح يضلون يتذكروا انه ذس از هي الطريقه اللي اشتغلنا كلنا سوا فيها ووصلنا لهدف واحد وربحنا او ما ربحنا بس وصلنا لرقم معين بالسياره. حلو كثير تينا، ثانك يو سو ماتش وجودك معنا. اكيد بنحييكم، بنحيي كلوز اب والمبادره المميزه فرنشيب اوف اللود. ثانك يو لوجودكم معنا. ثانك يو. ميرسي، شكرا للمشاهدين، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا مثل ما نستمتعوا احنا دائما بوجودكم معنا. لقاءنا غدا ان شاء الله مع العديد من الاشياء الحلوه اللي في انتظاركم مثل العاده. انتبهوا لي على حالكم، يا وجوه الخير، تبقوا على خير، تبقوا على خير.